أجنس ما تديرش معي الحل ولا شنو؟ خويا ما كتعرفش العربية؟ أنا راني مخطوب وآخر ما لقى زقفني بهالطريقة. أها وأخويا ما كتقاداش قفشي عليها ما مرة ما جوج ما بغاش تدير معك الحل. عطي شوية راس قيمة أصاحبي معاك. شناهو؟ نعطيك راس قيمة؟ طلع بوغوز نمشيو نقضيو واحد الميسي وحاجة ليا روان دابا يلا. قول لي امي ازاي ما نقصش يا غابر على الدار. واش غنقول لك وليدي ملفه كتخرج مع السته من الخدمه الصونس كتكون في الدار ما عمرها تحطلت حتى لهاد الوقيته. عافاك وليدي الا ما حاول كيفاش تلقى لي بنيتي راه خايف لا توقع لها شي مصيبه. شوفي امي ازاي ما عندك مناش خاف غير تبتي راسك وان شاء الله غادي نلقاها. الا يخطيك وليدي الا ما شفتيش كوني هاني امي انت هذا راه واجب. المهم اسمح لنا دي وليدي ديالك ترتاح شي شويه وان شاء الله الا كانت شي حاجه جديده راه غادي نعلمكم بها. واخا خويا ياسر شكرا بزاف على التعاون. يلاه الله يبارك لك ياسر. الله على قهيوة ياك سيدي. وياه الماكينه طاليه ياك. دابا خلينا الماكينه طاليه شنو درتي ليا في البلان؟ شنو من بلان اصاحبي تهضر عليه؟ كيفاش من بلان؟ البنت اللي قلتي ليا مقبله على الزواج. خي عثمان اش كتعرف عليا؟ غيزت لك البلان. شوف الدريه بنت دارهم ما كتخرج ما تهدرش عاد بقيت كنلعب عليها على دماغها باش قلت ليها تلاقاها بك. خصك انت تكون ناضي وتغيز لي هاد لافير. من ديك الناحيه كون هاني دابا قولي غير الوقت فوقاش نتلاقاو. بغيت نعرف اصاحبي مالك مزروب على هاد الزواج؟ دقه راه غادي تندم على هاد الزربه ديالك. دابا صاحبي راه ماشي انا اللي مزروب راه الوالد اللي فرع عليا راسي تزوج وزيدون الا كانت البنت مزيانه راه كاع ما غادي ندم. ايوا سيدي منين انت موجود راني جايب لك واحد الخبر زوينه. اللي هي البنت راه داير معها دابا شويه غادي تجي ونلاقيك بها. كتكذب عليا عثمان عارفني انا كنكذب عليك عمرها طويل. عمرها طويل ما تقولش لي هي اللي كتصوني. هي والله شي ها شنو نجاوب ولا نقطع؟ جاوب صاحبي واش بغيت تحمقني ولا جاوب صاحبي دغيا؟ نجاوب ولكن عرفتي شنو؟ العشاء على حسابك هاد الليله. وغطلقنا صاحبي جاوب دغيا كلشي على حسابي عاد درنا كسكروط ولكن هاني حتى العشاء حتى هو زيدوا عليك ماشي مشكل. الو اختي امينه. الو وفينك صاحبي؟ لاباس الحمد لله اختي. اختي؟ وهبط صاحبي راني مصباح وانا كنساعد. واخا ستاسيون ديال الطاكسيات. واخا اختي انا نجي نجيبك. يلا غير سير بيطلق راسك. المهم صاحبي انا نمشي نجيبها لعندك ما عندكش تحشمني معاك وناضي. علاش تجي تجيبها صاحبي من الطاكسيات؟ القهوه ديال لوغولي راه معروفه شكون اللي ما عرفهاش؟ اش كنقول لك انا من الصباح صاحبي والبنت صاحبي ميكتها ما كتخرج ما كتدرج. شوف ما نتعطلش عليك انا جاي دابا. واخا خويا صافي سير وما تعطلش عليا انا جاي نتسناك. صافي كون هاني انا دغيا نجي صافي. زعما هاد خونا هذا البيك وكما يا كميتيني البارح ياك اخاي ما كرهتش دابا دابا صايبني شي ساعه ناضي ابلا ما تبقى تدق عليا وخدم داك الصونيط ولا انت راه شك ولا في شي يا خالي ياك انا في العشيه دابا غندبر على صريف وديك الساعه غنوريك على الصونيط مزيان انت غدبر في صريف على زير الساروت المخزن الجاي. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. ولد ميلودا اش كدير هنا؟ لقيتيني غادي نمشي نتسخر لماما نجيب لها الخميره ونتلاقى مع هاد ولد الناس هذا ويقول لي سولني على واحد السيد في الحومه داير كسيده البارح انا غنمشي نجيب لماما الخبز. انت ريح حاشا تجيب لماماك خميره اش خربق عليه اش تيقول هذا؟ تبدل الارض هذاك البراوش. والله الشيف ما نكذب عليك. انت هو سولو كنت غادي مسخر على ماما نجيب لها الخبز دابا غير زكي معانا
واش كنتي غادي تجيب الخميره ولا الخبز؟ الخميره الشاف خميره واخا مرضي مهمته ريمش. قول لي هاد البنت هادي فايت لك شتيها ولا سمعتي عليها شي حاجه؟ هاد لافيشور هادي ما خافياش عليا ولكن عمرني شتها كدور في السيكشور. بنتي ليا تقرقبتي واقيلا ولا كتقرقب علينا، عرفتي شنو غدير؟ سير جيب لامك الخميره ما بقاش نلقاك جالس في هاد القنت هذا، يلا تحرك عليه. واخا الشافي هي الاولى. وقول لي انت كيفاش انت ما خافيش عليك وما بانتش ليك؟ انا عاود نشوف هاد الشاف. لا لا هاد الخوخه هادي عمري الشانا الشاف. غير زيد حقق في الخوخه مزيان لا تبان لك شي حاجه. ترك عارف الشاف كون كانت شي حاجه نقولها لك. المهم ريحتك راه عطات وزير معانا هاد اليامات، تراك عارف وانا راه عارف. يا الخوخه يا فو ولا قال لك ريح شي عطاش، ها هي الحنشه عاشك ليام. وصافي يا صاحبي راه هضره وحده فهمناها وانت من الصباح وانت كتقف عليا. يلا شنو فهمتي لالا فهمينا؟ اسيدي الدري لاباس عليه وعنده فلوس وباغي يتزوج بنت الناس وانا هي ديك بنت الناس. صافي يا بنت الناس وعندك يمشي يدير لك ها ولا ها ويدوخك على السيد قويفز. وإلا كان هو قويفز انا راه كنطيرها في السما السابعة. خافش عليك يا حياتي عفريته وديك الديبيع. ياك بعدا وحنا نتبعو بلانك ونشوفو واش غيخرج منه. المهم انا اللي عليا لقيت كبير الكرة دابايا راه عندك ماركيا. وشوفي حاجة أخرى السيد راه بوك حبة ما نخافش عليك، ديري خاتم في صبعك صافي. كون هاني حسب البلان تقضى. لا باش نقول لك عندك تمشي دير لي عمرة في خاوية راه نخسر معاك. يا باش نقول لك لا حياتي على انت عارفني انا نقد نعيش بلا بيك. انا عارفك اجي انت يدولك الله أعلم. ايوا يلا نمشي وتعطلنا على السيد. يلا على السلامة اخي حسن. واش تعطيلة وراه بزاف اخي عثمان باش قنعتها تدخل القهوة راك عارف البنت صاحبي حشومية بزاف. المهم هذا صاحبي عثمان اللي عاودت لك عليه راه الله يعمرها دار والدار الكبيرة. وهذه لالا امينه اللي عاودت لك عليها. متشرفين جلسوا تفضلوا. لا خويا عثمان خليكم براحتكم. المهم امينه ما نوصيكش على عثمان الدار الكبيره حتى الله يليها فيه صافي. الله يتويكم اخويا عثمان. الله ينصرك اخويا حمزه. يلا ساعتكم مبروكه خليكم بيناتنا التليفون. جلسوا تفضلي. تشربي شي حاجه؟ لا لا ماشي ضروري والله الا اصلا خصني نمشي دابا شويه راه غير سالت من الدار وصافي. لا ضروري تشربي شي حاجه ما توصل لقيتها. لا لا انا نوصلك حتى للدار ماشي مشكل. ايوا ملي هكا ناخذ غير ان جو دورانج. مرحبا صلاح واحد جي دورانج يكون معتبر. قولي لي امينه شحال في عمرك؟ انا عندي 25 وانت؟ انا لالا عندي 29 عام. الصراحه ما بيناش فيك. ياك بعدا وبلا شك قالك حمزه على الموضوع ديالنا. قالك خدمتي شنو هي؟ الصراحه ما جبتش معايا هذا الموضوع. المهم لالا انا كنقلب على شي بنت الناس اللي تقبل بيا وتقبل بخدمتي ولكن للاسف ملي كتعرفني تريسيان ما كتعاودش تدور بيا. مالها اخويا تريسيان حتى هي خدمه زوينه المهم هو تكون ولد الناس ونيتك زوينه. زعما انت تقبلي عليا واخا تريسيان؟ خويا راه القناعه هي كلشي وانا الحمد لله سيدي ربي عطاني واحد القناعه زوينه وكيقول المثل اللي ما رضاش بالقليل ما كيرضاش بالكثير. بصراحه ما خليتي ليا ما نقول عجبتني الشخصيه ديالك بزاف. ونكذب عليك انا المهم هو الشخص اللي غادي نكون معاه يكون كيعاملني معامله زوينه وصافي ان شاء الله ما يكون غير الخير. ومازال تعرفيني. شكرا. كويدي ديالي شارك عارفني انا ما نكذبش عليك. سمعني 5000 درهم نضرب في واحد لافير يوم بالليل وانساليك الرباط زنقه زنقه كما يقولوا الحب واش عارفني انا من هلا كبر كويدا راه شي ناس وحشوني انا نسال معاهم صنع حشره ماشي الشيف شنو بغيتي عندي ولد الشينويه اتعلمتي تهضر هز راسك قول لي هاد البنت هادي عمرك شتيها؟ مال هادي الشاف مال هادي واش تحسستي ولا شنو كيفاش الشاف انت كيفاش اش كتخربق عليا ريم سرجع لهاد الريزه شوف البراوي كتعرفها هي الا بلا ما تحرق لنا الحجره تربيني فايتك الشايف شايفه ولكن ما كنعرفهاش فين فايتلك شايفه والله الا الشاف ديما كنشوفها دايزه من طريق العرصه جيت جرده ياك متاكد بعدا جوج متاكد الشاف صافي تلاقت لقضه بيموت لك في يدك شوف اسمعني مزيان الا سمعتي شي لعيبه ماشي هي هذيك راك عارف فين كنكون صافي نقص شويه من التعناب حتى راه ماشي الشاف ناري
وقال دبرنا عليه. صافي بارك غير هنايا. صافي هنا فين ساكنه؟ لا مثلا نزيد شويه على انشلي. الا كان هكا خلينا مازال نزيد نقربك للدار. واش بغيتي بابا يقتلني؟ راه قلت لك قبيله راه حنا عائله محافظه. واخا لا كان هكاك ماشي مشكل. انا غدا ان شاء الله غادي نجيب دارنا ونجيو لداركم الى كتاب. بهاد السرعه بغيتي تجي لدارنا؟ ياك انت قلتي ما عندكش مع الدروم في الزناقي والقهاوي، علاه بغيت نجي لداركم براسي مرفوع. ايوا اش غنقول لك، مرحبا بكم، واللي بغى الله هي اللي غادي تكون. ترحب بك الجنه. وحاجه اخرى، راه ما كاين لا تريسيان لا والو. كيفاش؟ ما فهمتش. انا لا خدام فريلانسر، والقضيه ديال تريسيان غير بغيت نجربك بها وصافي. واش فيها الا كنتي تريسيان؟ اهم حاجه هي تكون راجل وكتجيبها بدراعك. بصراحه ما هضرتي بحال هكا، راكي بنت الناس 100%. وانا فخور بزاف بشخصيتك واخا عاد عرفتك. الهلا يخطيك. المهم انا راه خصني نمشي دابا باش ما نتعطلش. واخا لا ماشي مشكل، غير هو ضروري بلي خصنا نهضروا. ضروري نهضروا. يلا بسلامه. يلا باي باي. الحمد لله يا ربي صبرت صبرت وجبت لي بنت بحال هادي بنت دار الحمد لله. ما كتصعب باش يسكر شي نشاري. انا ماشي نسكرش اخي موعد، انا ديما هو هو. دراري دبرنا عليها. تمنى انا الدخلات جايين عليك المخزن ولا مالك؟ والمخزن راه تيقلبوا حوام حوم على البنت. شمن بنت تدوي عليها؟ وسفيان واش الدنيا مقلوبه على البنت وانت جالس كتمرقن بيا بحال هكا صاحبي؟ انت كيفاش نتمرقن بيك؟ وراه تمرقين هذا صاحبي، واش انا ندوي لك على البنت كتقول لي جاينا بنت؟ بلاشي بلاشي بلاشي، واقيلا انا في يدي وما بقيتش كنشوف مزيان. معاد واش معانا شي بنت اليوم هنا؟ خاين ما بنت لي انا لا بنت لا والو. واش الشيء هو قال لك ما كاينه لا بنت لا والو؟ واجي من التلويس تعمر راس حدايا اج وعمر راسها انت. وكبرتي يا البروش ها؟ ولجي تزلح عنا في البيبان. واخ عندك الزعبي ولا عمر عيطنا مع المخزن نولو مدبران على فهاد الموت شي فكاع وشي انا. شناهو؟ ما يقدرش البروج، شتي علاش؟ وحيش عارفني مزيان شنو شنسوى. دابا هاد الخيشي هادي اللي انا نايض عليها بالبارح شنو نديرو معاها حنايا؟ اش غنديرو معاها؟ انا نوريك شنديرو معاها. الشي كون قبل شي عليا في الاول كون راكي عايشه في النعيم، ولكن شي دابا عاش عايشه في الجحيم. سمعيني مزيان اش غادي نقول لك، باقا لك معايا هاد الليله وغدا ان شاء الله تمشي بحالاتك، ولكن شي قسمش في امي بالله الا مشيتي قلتي شي حاجه للمخزن الله يتنضيعك في امي متك اللي عزيزه عليك. سمعتيني؟ ودابا مفاهمين، دابا تفاهمنا. واش غنقول لك اخي عثمان، انا راه جيتيني بحال زربتي شويه في هاد الزويجه وصافي. خويا ما كاين لا زربت لا والو، سيده بنت دارهم وبنت عائله وما عندهاش مع الدورة في القهاوي وداكشي اللي بغيت. انت فين عرفتي هاد البنت بعدا؟ عرفها لي واحد الصديق بحالو وجاك سبحان الله هادي حمزه قال لي راه كاينه واحد البنت بنت دارهم وانا توكل على الله. ايوا واش غنقول لك، انت بعدا ارتحيتي ليها؟ بيني وبينك اخويا ياسين ارتحيت ليها. انا عجبتني عجب يلاه شفتيها اليوم وليتي دابا باغي تخطبها راه مشكله صاحبي. لا لا تبارك الله تستاهل واحد البنيته تستاهل. اي والله يكمل كلشي مباركم صح. اللهم امين الله. هادشي اللي نقول لك انا. وقول لي بعدا كي دايره فاطمه؟ والله الا بخير الحمد لله لاباس عليها. الحمد لله. وشنو غنبقاو جالسين هنا؟ اولا عبد الرحيم كي دايره الامور تما؟ لا لا انا جاي دابا. لا لا انا غنجي دابا يلا يلا يلا. ياك لاباس اخويا؟ خويا راه عرفتي الدنيا مرونه على واحد البنت ما عرفناها فين زادت. خصني نمشي دار الخدمه نديك نحطك وان شاء الله لقيت شي وقيته العشيه نديرو شي قهوه ولا جي عندي للدار. صافي صافي ان شاء الله في الدار. يلا سير انت يلا تمشي دوي مع الواليد وتترسي الامور ديالك. ان شاء الله يا رب. وراني كنقول لك خونا ذوبتو كلشي غير بهاد العقيد. انتي وليتي كتخلعيني فراسك. عندك علاش تخاف؟ ترك الحب. شوفي فيا دايره فيها بنت عائله محافظه الله يعطينا وجهك. وبالك جيتك لعبه جوج شخصيات بدور واحد. هادي كاينه عندك وفي الاخر شنو درتي معاه؟ ولو على هي ملي قال لي راني تريسيان. وصاحبي هذاك عاتي تفلى عليك هذاك بغى يعبرك الطونسيون نقول لك. يعبر لي الطونسيون مالي سهله ليه وهاديك الساعه درتو في كرشي واكتيفيت عليه البراءه ديالي. دابا من الاخر فاش خليتوها؟ صافي بقيت عليه بالهضره
قلت ليه انا راه ما عندي لا ما خرج لا ما دروج الا كانت شي حاجه يجي لدارنا معلمه حتى انا غدا جاي لداركم ولا داكشي اللي قال لي تقولي صافي تخدات الافير مالها نكذب عليك العز فلوس داخلين شنو دابا نديرو ايوا المهم انا غادي ندخل هذوك جوج كنوس بالصباح وما حدينا نتلاقاو في القهوه صافي عارفه البلان يلا بسلام يلا باي باي وما بقاتش كتحشم اخويا جري وادي والله انا راه جيب اخونا حطا قدام الباب بحال حنا كاع ما كاينين وانت واش لك فهاد الشيء هذا قلبك عامر اصاحبي انا كنهضر كتلبقني ما فهمتش انا اخي جريو وعاش بنتي ليا اخي الجوكر وليتي تجري مع هاد الايام بزاف ياك اخي معلم وجبنا شي نورمال اخي الجوكر تنديرهم تن ولات كتمتم يا وليدي تلاقت جي لها باش نخدم الا شفتني الحاج كنهضر معاك بحال هكا يجري عليا ولا بغيتي نورمال دير يدك في جيبك ماشي تادير دير يدك في جيبك شويه تفو جوع لك حل يا ربي السلام احسن حاجه بنتي هي تكملي قرايتك في اوروبا وان شاء الله ملي تخرجي وتفكري ديري شي مشروع غنعاون بنتي ايوا هانتي يا بنتي اش بغيتي ما بغيت والو خالتي واحد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وليدي يلا بصراحه مزيان ملي لقيتكم مجموعين ياك لاباس وليدي اش كاين والو باس الوالد خير ان شاء الله وملي خير قلنا اش كاين ايوا واش غنقول لكم لقيت واحد بنت الناس للزواج ايوا على سلامتك باش لقيتيها هنديه ولا سويديه اكرام مغربيه وبنت عائله محافظه تبارك الله وليدي الحمد لله صبرتي تصبرتي ولقيتي بنت الناس اللي تليق بيك داكشي هي ارزاق خالتي وقول لي ولدي وقتاش ناوي دينا نشوفوها ولا كتب الوالد غدا ان شاء الله نمشيو نشوفوها اويلا اخويا مالك على هاد الزربه كامله ما كاين لا زربه لا والو بنتي خير البر عاجله هادي با راه باغا غير تعكزني ياك اها وهراك فمي ماشي مشكله وليدي الا زربتي المهم عاد تكون رزينه وبنت عائله ان شاء الله خالتي هاد البنت هادي رزينه وثقيله وبنت عائله ايوا يدير الله خير اولي امين الوالد اسمحوا لي واحد السيده واحد خدمه ضروري خدمه ايوا خدم مزيان ليه سكتي انت مالك على خوك الو امين الو عثمان سافو لاباس الحمد لله وانتي بخير الحمد لله شفتك ما سونيتش وانا نقوم نصوني السول يسول فيك الخير تا انا يلا لقيتي نسيت الهضره مع الدار وبغيت نصوني عليك ايوا ماشي مشكله سيدي المهم راني اتفقت مع من الدار وغدا ان شاء الله نجيو عندكم الدار صافي صافي مرحبا بكم حتى انا لقيتيني هضرت مع بابا ايوا مزيان بصراحه انا فرحان بزاف حيت غادي نمر من هذه المرحله حتى انا والله اي والله يكمل علينا بالخير امين المهم دابا انا خصني نمشي خويا الصغير عندي دخل عندي البيت صافي لالا امينه يلا يلا تصبح على خير تمالك يا صاحبي لصقتي فيا وهذا عثمان صدق ما ساش صاحبتي معاك شي سيرش مع ديماره القضيه تش من ديماره انا اللي طياحه وفي الصراحه ما قلتي طياحه حتى راك طياحه ولكن قولي شوف بصح درتي مع باك في هذا الموضوع راه مازال ما قلت له والو راه غير دخلت لسوق التبات وصافي اها شنو غديري مع باك دابا حتى انت راه بابا حالو ساهل وخصو اصلا غير امتى يتفك مني وزيدان ولا غادي يعرفوا بكو فلوس حتى هو غادي يولي يبغي ان شاء الله ما كذبتي فهادي حتى راه كلشي ولا تيبغي هذا عثمان هذا ايوا شتي وانا نبدلو هاد القنطه ملي سمعت التليفون تيصوش عثمان تيصون المدير الو خويا الحبيب اش اخبارك والله الا بخير اخي عثمان بنتي ليا فرحانه العفريته اش فيها غاسكت اخويا القضيه ديال البنت اللي صيفطتي ليا ميسره وغدا ان شاء الله نهبط انا والعائله للدار ديالهم اش نقول لك اخي عثمان الله يجعل كلشي مبارك مسعود اخي امين اخويا وتنسى غدا ان شاء الله تمشي معايا اخويا عثمان والله اخويا ما كرهت نكون معك في هذا النهار هذا وخي والله الا عندي واحد السيده من العائله خصني نوصلها للسبيطار اخي وايلي ودوماج اخويا صراحه بغيتك تحضر معايا وكون خليتها حتى لبعد غدا اخويا عثمان بغينا نحضروا معك اخي مالك مزروب ديما ايوا هي دابا راه قالت لدارهم وتا انا تفاقت مع الدار على ود غدا ان شاء الله واش نقول لك اخويا عثمان الله يسخر الامور اخويا وتسمح لي نقطع عندي دوزيام ابيل خالتها تصوني واخا سير اخويا تصبح على خير الله يكون بس الخاله ومشى معك بس اخويا عثمان الله يحفظك شكرا عثمان هذا والله الا تيبقى فيا شي وحق الله نيا ولكن راه بون افير معز يلا نتحرك يا بنيتي ما عرفتك بكيا حيا ولا ميتة ماشي لبيبة بنيتي الكبيرة ديالي صافي الله لا ما تقولش هذيك الهضره من الزاهيه
راه باقي عايشه وعاد تجي لعندك وعاد تشوفني وتفرحي بيها. لا امي زاي ما تقولش هذيك الهضره. امي حبيبه. لا امي زاي ما تقولش هذيك الهضره باقي عايشه. ما تقوليش هذيك باقي عايشه الكبيده ديالي. راه باقي عايشه ان شاء الله وعاد تجي لعندك وعاد تفرحي بيها. لا حول ولا قوه الا بالله. امي صافي امي زاي صافي صافي امي زاي صافي صافي. واش شي اللي ما بغيناش اكتفاهمنا قبيله عافاك خليني نمشي بحالي. ضحكتيني ماما غطيني انا نخليك اليوم تمشي بحالاتك. بعد مني خليني وما فيوزي وطلق داك الدريه تمشي بحالها صاحبي. لا صاحبي انت مالك صاحبي خليك الدر اسكت ما عارف والو اكثر جيب شي كارو راني طالع عليا الدم ربي العالم بيا اكثر جيب شي كارو قدر الخاويه هو يرتاح حنا نمشيو للحبس. واه سفيان حاجه كلشي واجد؟ كلشي موجود الحاج اكرم فين هو اجمل؟ وا بابا راه عييت ما نعيط ليه راه باقي لتحت. فين هو لتحت؟ هبط عيط ليه راه حنا تعطلنا. صافي يا بنتي انا نمشي نعيط عليه صافي عبقي بلاصتك. وليده ولدك كبر ودابا غادي يتزوج. الصراحة ما كرهتش تكوني معايا في هاد القطاع هذا ولكن الحمد لله ربي بغاك وداك انا راضي بقضاء الله. لا وليدي لا وليدي ماشي نهار لك هذا الفرحة وليدي ما تبكيش الله يرحمها وينعم عليها. امين الله يرحمها وليدي الله يرحمها امين الله يرحمها امين الله يرحمها وسع عليها دقات القبور وليدي امين يا رب يرحمها وليدي راسه كلي وليك وليدي الله يحفظك لينا الله يخليك لينا يا ربي تنسى صحيحتك وليدي امين يحفظك نفرحوا بك وليدي ان شاء الله امين فين هو الوالد راه هو الفوق. يلا ما انت تهضرنا يلا بيني وبينك انا ما فهمت والو عمي. واش عاد في ما صاحبي تنقول لك خطنا رضاح على واحد الفيكتيم وبميكت ولا ميزو اصاحبي وهذاك العتروس اللي كانت طايحه معاه صافي ركلاتو تشمر ركلاتو ولا نطحاته واس راه البارح كان قصارين هي وياه انت راك عارف راه ما تسمحش فيه هذاك اصاحبي دوخت لي الالي مع الروتور اصاحبي كيفاش هي طايحه مع خونا وفيكتيم مال فيكتيم جريوه بنتي ليا ما مكيفش اصاحبي وراه باينه دايري لي القنار بجوج ولا شي انا راه ماشي ما مكيفش اما تيجريش معايا عباد الله اما انت راه عدا سريع صايب عطاشيني اخاي جريوه ما فهمتش انا اخاي هاد الايام انت كندوي معاك كتلبقني ياك ما كاينه شي حاجه انا ما عارفهاش. وشوف اصحيبي نقول لك واحد الهضره ودخل على عقلك مزيان الا كنتي غتجيب لي شي خبار زويونه مرحبا ولا كنتي هذا وي خاوي حيد عليا ياك عشيري ويا عشيري انا النظره فيك شي موصل اجي نتايا عطيني شويه خويا لا خو الجوع سير عند باك قول لي رانا الجاو واه بابا اش من واعه كنضحك معاك اصاحبي كنضحك معاك هاك زيدك حلوه بقى شبكي سير شوك صايبه واه بابا سلام بابا لاباس اش هاد الصداع كنسمع برا كنت نضحك انا والجوكر اش من الجوكر سالك كي دايره اسمح لي ونسيت قالك الجوكر هذاك لا يخطبوا راه جاو عاد قال لي دابا ونسيت سير طلع لبيتك وما انا كلشي ما تجيش للحق سير طلع لبيتك اش من تجي سير طلع لبيتك يلا غبر عليا وجهك امينه يلا واش دير راسك الناس جاو سايبه غنكم جاو سير انت هاد الله يحل لهم انا نكمل عليك. اللي نطولوه نقصروه. مرحبا سيدي. حنا راه جينا طالبين راغبين في بنتكم لودنا عثمان. تبارك الله، نهار كبير هذا.
الله يكبر بك عمي. قول يا ولدي فاش خدام؟ انا عمي خدام فريلانس. ما شاء الله، الله يكمل لك بخير يا ولدي. شوف الحاج، بنتكم راه ما يخصها حتى خير مع ولدنا، وبلا ما نشكروا لكم خليوا الوقت هو اللي يبين لكم هادشي. انا سيد الحاج بلا ما نشكر لك بنتي، بنتي الله عمرها دار ومربيه وما كاينش دخول وخروج، نيشان لها لها. ما شاء الله، فين هي العروسه نشوفوها؟ الله يعاودي الحاجه، العروسه موجوده. امينه انا جايه بابا. تبارك الله ما شاء الله. تسمع شويه وانت يا حياتي فمك. بنتي هاد الناس راه جاو يخطبوك لولدهم، موافقه ولا موافقاش؟ اللي بغيتي يا بابا. اجي لهنا. ايوا السكوت علامه الرضا. كاينه الحاجه. ولا كاينه الحاج؟ اجي نقراو فاتحه. بسم الله. بسم الله. الو حياتي، صافي راه البلان تقضى؟ والحمد لله، هذه اخبار زينه بعدا فرحتينا. الصراحه انا ما مرتاحاش لهذا الشيء حمزه، الضمير ديالي كيأنبني. امينه شنو كسرك الطاكسيل؟ فتقول لي الضمير صحه؟ الضمير ميت ميت ميت. صافي قربنا نماركيو البيت، وديك الساعه حنا لالا نشريو ضمير. سيد عنده الاراضي وعنده الفلوس تقول لي الضمير. بصراحه والله ما كرهتك، كنت انت في بلاصتو نتوما اللي كتقراو عليا الفاتحه دابا، كوراني فرحانه. شنو هو قراو عليك الفاتحه؟ شنو الوالده ملي ماتت وقرينا على داكشي اللي قسم الله، خلات ليا الكريدي مع باكويو، اما هو امو خلاتو في العز وفي الخميره بنيتي. صافي حبيبه انا خصني نمشي، يلا الله يبارك فيك. مالك انت واقف عليا كي العلام؟ بصراحه على اللي امينك ما نقولك شي هضره، صعبه لي ماشي وقيت تداب. كيفاش ماشي وقيت تداب؟ قول نسمع. وانا مكنتش باغي نقول، ولكن من حكرتي عليا نقول لك من حنتك شلال. ودابا يا جريوة مالو؟ وراه سمعت تقول عليك شي هضره، ما عجبنيش الحال، كنحسب بحال خوادريك عارفه لالا. كيفاش اين هضره؟ وعلى ما قالها لالا هو، انا راه ما قلت شي حاجه، باللي راه دبرتي على الفيكتيم ودرتي طريق باش تزوجي بصحيبك. شنو هو؟ وراه هو اللي قال ماشي انايا، انا بغيت نحيد عليا التخليد، هادشي راه كيأنبني في الضمير ديالي. السلام عليكم. ايوا انا نوري الفيكتيم كي داير. ماك لا تعطيه لاصا جري، واش ترى مهنينا اخويا؟ انت بغيتي جوج سوايع جيب لي هاد الجغيمات اصاحبي. ياك معلم بغيتي عامره كامله نوض عمر راسك، تغدير اخي شرب داكشي ومتعاودش تسخرني. ورا خوك انا اصاحبي. عمري يا صاحبي. وشوفي والله حتى التليفون خدام، واه تيصوني، ودابا خاصني نشوف واش كاين. وحق مولانا انت نعرف السوق خالتي بيلا في الهباطي. شوفي عندي معك واحد زوين، جيب لي موطو هو يسوقني حق مولانا. يا علم سمومه وليت مسمومه. شوفي نطلبك طالب وعمي طلبت لك الطالب، جيب لي شي قويه تكون زعاخر. الو يا على باشا جبنا القوي ونجي قطعي مسمومه عائله الزمر شيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمة ربي في عوده، والله تدعوت يا خالتي من حق الاقطعات. يا حليلي سير يا خالتي، الله ينصرك والله يحجبك والله يكمل عليك والله يدن الله يا خالتي. ولودي لودي مشيو ولودي خفينا هاد المصيبة شيت ديرت نفوس طناعي باش فيك. شوف واحد الفيديو علمتو ها متخافيش حق الله باش نفيقوك، ما كاينش شي حاجة. بسم الله لا صفيقة لا زويقة ديرها يصوروك فضيحة زويقة، وأنا بغي ندير غير الخير شيت. صوني على لومبيلونس ومالي غيجيو ويفيقوها باش نمشيو. بسم الله. أذكر فيس أذكر فيس نهار النهار والله ما حدنا مازال ما لقيناش ديك البنت، مازال تابعنا التكر فيس ديال بصح. اسمح لي. السلام عليكم. الشرطة في خدمتكم. البوليس؟ اسمح لي الشيف. غلط حق مولانا انا غلطت، بغيت نعيط دوك الاسعاف باش يعشقوا الناس تنفوس طناعي وما عرفتش يقولوا لي هذاك. كيفاش؟ هو دابا كيشي الشاف خالتي كاينه عايشه في طاليا ياك، ونقول لها تعطي لي قويه
وواسك لي قوية منجيب كحل خفينا شي يقول هذا؟ اسمع عرفتي شا تدير؟ قول لي غير الموقع ديالك انت كون تحجم حاشك حاشك شنو الموقع شمن الموقع تدوي عليه تابي ولا ماك والبلاصة اللي كاين فيها انت دابا واسمعني دابا دابا انا في الدخلة ديال لاباز في ديك الغابة في الاول ديالها صافي صافي ابقى تما حنا نلتحقوا بك العين المكان وصافي تلتحقوا تلتحقوا بالزربة ميتة حالة يوسلا صافي شوفي تخافيش حبك معاك وما جايين ونزوجك انايا ونديك وبياسة شكاين تما واحد السيد بدا تيدخل ويخرج في الهضرة قالك لقى شي بنت كاملة ديال 13 ما فهمت حتى شي حاجة انا الدير غيكون هذا شي واحد باغي يخدمنا وصافي انا راه جاني شوية مسطي ولكن اش عديه ما حنا جالسين يلا نوضو نخدمو هاد البلاصة ما تنفع حتى شي حاجة مشكل مرتاحو حتى دقيقة ايوا الحاج راه عندي واحد الشرط ابا هو العرس نقدروا ناجلوا شويه حيت الام ديال عثمان عاد توفات الله يرحمها الله يرحمها وتبارك رحمه الله ويا ترى هاد البريه خلاتها لي با 10 سنين راه مني اب ولي ام والله يكمل بالخير ربي يصلح ربي يصلح الحاج داكشي اللي كاين حنا عاديه في هاد الدنيا اجي واحد النهار وتقاضى العمر والحصول الحاج حنا غنمشيو دابا وضروري ما تجيو تشرفونا ان شاء الله ان شاء الله الحاج مع السلامه يلا سلام الحاج سلام عمي سلام السلام شيماء وصلي مع الناس الباب نوضين شيئا هات تليفون الناس بشاو قام سلمش عليهم ما والو خدامة في زندر طابين شيئا عشان دات تليفون في يدك كنت كان هدر مع صاحبتي بوت العريس من الصباح هو تيشوف فيك شو من صاحبتك بسهلة هادي صافي يا بابا صافي أصلا راه عندي واحد الهدرة بغيت نقولها لك شنا هي ديك الجريمة مالا جريمة يقول لي شي هضره راه ما كايناش شي تخربيق انا غير قلت لك دابا ليش هذاك جري ورا طلع ليا في راسي غير جري على وجهنا منه ايوا صافي يلا انا طلعت البيت الحمد لله ملي لقينا بقى عايش وياه هذاك خينا خديتو الاقوال ديالو اوداش من اقوال السيد راه طاير ليه الفريخ يلا تصبحوا على خير يلا الحاجة تصبحوا لاخر اجي وليت بغيت نهضر معاك الوالد مرحبا ياك لاباس واش انت مقتنع بهاد الجوية اكيد الوالد مقتنع هو حنا عطانا كلمة للناس عاد كتقول لي مقتنع انا ولدي ما مخا خطري ما مرتاحش ديك السيدة الوالد سيدة ظريفة وبنت عائلة وراك شفتيهم وزيدونا الوالد انت اللي كنت مبرزطني باش نكمل ديني ايه انا كنت مبرزطك ولكن كنت باغي لك شي واحد اللي يستاهلك وتقدرك شوف الوالد انت عارفني درت النية وربي اكيد ما غيخيبنيش واش نقول لك اولي راك راجل وقد مسؤوليه وتحمل مسؤوليتك واش نقول لك الوالد فيها خير ان شاء الله الله يعطيك الصحه والله يعطيك الله والله الا بقات في امي الزايه انا بقات في ديك البنت صاحبي ديك الحاله ما تبغيهاش لعدوك الو خويا فين اخويا ياسين لاباس عليك اودي نجمعوا كل شيء ونقول الحمد لله الحمد لله هضره كي دازت الامور ديال الخطابه شغان نقول لك اخويا في الصراحه كلشي داز مزيان غير هو الوالد بحال تندم مع الحال ولا ما نعرف كيفاش ندم مع الحال قالك حقه ما ارتاحش للبنت واش غنقول لك انت راك بحال خويا ما بغيتش لك شي حاجه اللي خايبه غير هو الزواج هذا بنتي لي بحال زربتي فيه كون صبرتي يا صاحبي غير تتعرف على البنت وياه اخويا شوف انا متفق معك غير هي البنت راه بنت عائله محافظه وما كتخرجش من الدار بزاف يا ملي كانت تعرف حسن مني ياك بعدا انت ارتحيتي ليها واش غنقول لك اخويا نكذب عليك انا ارتحيت ليها بزاف صراحه صافي ملي مرتاح ليها توكل على الله ياسين الدكتور المهم خويا عثمان انا دابا راني مزير شويه بالخدمه غادي نقطع دابا من بعد نهضروا صافي اخويا زين سير الله يسخر واسمح لي يلا برزتك يلا السلام عليكم شغان نقول لك ما عندي ما نخبي عليك بالنسبه للحاله ديال البنت الحاله ديالها حاله يرشلها تعرضت للاغتصاب بالنسبه للاغتصاب اللي تعرضت ليه راه من بزاف ديال الاشخاص ماشي شخص واحد لهذا راه الحاله النفسيه ديالها مكتئبه بزاف وخاصها شويه ديال الراحه واخا دكتور
قول لي بالنسبه للتقرير ديالها وقتاش يكون واجد؟ بالنسبه للتقرير ديالها السياسين من هنا 24 ساعه غادي يكون موجود. واخا ودابا واش ممكن نشوفها؟ لا اليوم ما يمكنش، نخليوها اليوم ترتاح وغدا ان شاء الله تقدروا تشوفوها، ولكن حاولوا ما تضغطوش عليها حيت كيف ما قلت لك قبيله البنت مازال داخله في واحد الصدمه اللي قويه بزاف. واخا دكتور ما يعادونا غدا ان شاء الله. وشكرا دكتور على عليك السيدي. والمال على صديقي والله الا المال على بالله كون بقى دك خيتي يا صبي كانت مول نسانا علي يا مصباح وانت مدمر باينه كانت شي بياسه قال لك بياسه وقام الشيخ ويا الرخشون وراسه داير كي الشطابه والحمد لله من تفكينا منها كانت غتصيفطنا لحد الجمله وانت المرعود اسكت وهنينا وكون بقيت ساكت كورا جالس كضرب في الصوبه مسوسه مبغيش ها نعرف اصاحبي مالك وليتي ضحيه ضحيه واش منيت كنتي الشريف واش قاعد راه كنصيفنا غيولي خريف كنا مبقاو نضربو في الصوبه حتى واش حماق ولا مالك واش كنتي مقرقب ولا ما عرفتش شنو كنتي داير كاع انت كلنا في التجاره ولينا في اختطاف ولينا في اغتصاب حتى واش عارف شنو هو هادشي هذا قدرت تكون عصابه وتولي تبقى الخريف الصيف والو حتى واش حماق ولا مالك ويط 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 من الصباح اصاحبي مين جبتي هاد الهضره هادي منين واش شي من اليوم وصاعدا اي وحده نجيب ام الصحه مزيانه اه مزيانه حاب تكسر ليها بوحدك علاش حنا تجرنا معاه انت واقيلا ما عرفش قانون اللعبه حنا راه يد وحده وسلسله وحده عدينا كاملين واش فهمتيها ولا ما فهمتيهاش خويا كفاو على الغضب هذا مشيتي نريح معكم هاد الليله غنشقاوش على السبوبين خاصنا ندوزو ليله زوينه وزايه غنشينوي دير عقلك معايا هو توحش الدريه انت مالك سيف انت توحش الدريه وحده اخرى وزها معايا هاد الليله شينو وانت خيار الخشوم تبغى يغيرني ويشعلني اخويا واش سمعتي شنو قال لك نوض اخويا جيب لنا داك القرعه تكون بردات كبروا بك اخي الرخشو سير الله يسير حبيبك عندنا اخي الله يحفظك خويا الشلوي اه ما فيوزي خويا الرخشو قول لي واش الشلوي فري ولا ضحيه ولا كيفاش اه عزيز عليا اخويا حتى ما غندخلو على الكراج محمد قول لي الرويده كاين انت لا كاين مع الطبيب باش تجيب لها ما تاكل باش تجيب لها ما تاكل صافي السلام عليكم السلام عليكم سياسي لاباس بخير الله يبارك فيك قول لي عمدرا كيف بقات الحاله ديالها سياسين بالنسبه للحاله ديالها الحمد لله راه استقرات احسن من البارح اليوم ان شاء الله راه غادي تكون بخير دنيا كيبقى شي شويه شوف يا دنيا الا تعاونتي معنا غتسهلي علينا بزاف ديال الحوايج داكشي علاش كنطلب منك تعطيني شي اسم ولا شي حاجه سمعيني مزيان اش غادي نقول بقى لك معايا هاد الليله وغدا ان شاء الله تمشي بحالاتك ولكن شي قسمش فمي بالله الا مشيتي قلتي شي حاجه ولا مخزن الله يتنضيعك فمي متكلي عزيزه انا ما عقل على والو ما عقل على والو صافا بنتي صافا بنتي هو غيمشي هو غيمشي سياسي نقدروا نخليوها ترتاح شي شويه ومن بعد ان شاء الله واش تقدروا تكملوا معها تنقول لك خاي جريو من حقك اخي من حقك تعرف علاش جراو عليك ما كاينش لي منعك ها هو خاي على ما سمعت ودنيا وداتو جابت راك عارف شنو كاين سمعت باللي ما بقيتي صالح لوالو ما كتعرف دير والو شنو هو والله كوم حشمت مقرقب على امك راسك بهاد العكاز وخاي العفو لله وكلام الحق ماشي عجبكش كاع نقولوا انت اللي عندك الحق سيدي ونفتارضوا حنا افتراض جا شي شفاروق الصورو ودخل الفيلا باش غتبعوا رجل وحده ولا انت مالك اللي بقات في الصحه وانت على مال اخويا هي فاش بقات ورا بقاش في العقل شنو هو بقاش في العقل حديد دان جالس حدايا انايا راه عاد ما تعرفش شنو تجيب دابا انت راسك اسكت اصاحبي اسكت شي هاد الرجل هادي مشات ليا فهاد الوزين هذا مع الحاج وواعدني باش يعوضني في الرجل الساعه والو جا خشاني معاك في هاد العسه هادي باش يتهنى مني واو دابا تهنى منك مره لا وزين لا انا نوض هضر على حقك راه صحتك هادي شكون يهضر لك عليها الا ما هضرتيش انت على راسك ما كاينش اللي يهضر عليك كنكالي عليك انايا نوض جري على راسك اودي راك يلاه اش الصداع اش كاين هنا والو الحاج من الصباح وانا كنجري عليه ما بغاش يمشي في حاله قال لك رزقي 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 بحال عنده النص في هاد الفيلا
واو يا ودي رجال يا الحمص يا واسيد رجال اش كدير عندي هنا ياك البارح قلت لك مابقاش دور عندي هنا ولكن الحاج اش من حق جريتي عليا انت وليتي كتهضر على الحق ما بقيتي صالح لوالو علاش جريت عليك سير بحالك الحاج والله حتى محتاج لهاد الخدمه واختي ملوحه في السبيطار امي مريضه عارضني للخدمه واللي قلتها لي نديرها اللي قلتها لك ديرها اه الحاج اي حاجه فيها الحلال ندير واش من حلال انا بغيتك تخبر من قدامي سير بحالك سير عطيني التيقار بعد مني ياك الحاج ملي تقطعت لي رجلي في الوزينه عندك وما كنتيش قانوني كنتي عاد تساوي معايا دابا وليتي تجري عليا سير عند مفتي الشغل ولا عطاك شي حاجه اجي خدها يلا دق عليا من سير بحالك والعاطي الله والله ياخذ فك الحق هذا ما نقول لك اش كديرتي هنا تخبر عليا الزبر من هنا راه نسيب جاي حيدوا عليا من هنا ويا الاولى الحاج زريوة عندنا ما قلت لهم يكونش راسك قاصح اجي السلامة واش تعطي له هذه الله يسلمك عمي من قبيله وحنا كنتسناو في الباب تما تندقوا ما جاوبنا حد ويا ولدي الساعه هي كثروا له بحال الشتا دخل دخل تفضل تفضل مرحبا شكرا دخل مرحبا بابا اش كيدير داك خونا عاوتاني هنايا ماشي موضوعنا دخلي دخلي من بعد بشويه صاحبي راه ماشي هكا غتاخذ حقك وانت ابعد مني قبيله داير فيها باطار واش تهضر قدامه تما كتحبوا تهرب لك التبسيط وراه بالسيد من بان ناضي قدامه بغيتي نبان لي خبز ربي في طبقه وبغيتي يجري عليا حتى انا والله كون ما حشمتش حتى ندير ليه الشوهه قدام نسيبه واش يعرف ولا حقيقته ها واش دابا عجبتيني وهضرتي راه واخا عندك رجل وحده ربي عطاك العقل ونحايله واخويا واش قطعت عليا السبيد ديالك سير الله يطليك به اه جريوه وبيناتنا السلوكه عبدي يا جريوه يا ود اش غنقول لكم راه كون جيتو عليا كنعطيكم الفيلا اللي في طنجه في جنب البحر ودوزوا واحد 10 ايام زوينه احسن لكم تمشيو لتركيا قراكم على البرد اش ديروا في تركيا كلامك هو الكبير عمي غا هو اتفقت انا وامينه فاطمه نديروا العرس نمشيو لتركيا نتفوجوا ونرجعوا بروتين جديد ان شاء الله شوف بابا انا راه طنجه ديما كنمشي لها طلعت ليا في راسي ايوا بنتي ديروا لي تسلكم ولكن ما قلتوش ليا السكنه فغات تسكنوا بصراحه عمي مازال كنفكر في نشري وا سيدي مني هكا انا هنيتك كيفاش تهنيني عمي ما فهمت انا فاهمك عندي واحد بارطمان كبيره اسد ومفرشه ناضيه في 120 متر في حي السلام لا بغيتي نبيعها لك نبيعها لك اش غنقول لك عمي بالفرحه علينا الا حنا نلقاو احسن منك ياك بابا ديك البرد ما قلت لي غادي تكتبها ليا بسميتي شوفي يا بنتي راه مزير على الفلوس وانا باغي نشري واحد الاسهم في واحد الشركه علاه بغيت نبيع هذاك البارطمان اوف امينه امينه اجي بنتي الله يهديك اجي وي كنت موعده باش نكتبها ليها ولكن راه الظروف والقضيه عندي مزايره ما عندي من ندير شوف عمي ما بقاش في الحال سوا كتبتي لي انت سوا كتبتي لي انا سيدي غادي نشريها من عندك وغادي نكتبها ليها في سميتها ان شاء الله باش تبقى على خاطرها ومنها نقدوا الخواطر واش كدوي منيتك اولدي علاش عمي نكذب عليك غدا ان شاء الله ديري مال العدول باش يكتب لينا لاك ومنها ندوزو عند النوطير ونتكاتبو على الدار ان شاء الله هاتي صافي وجدتي لي لافاليز كلشي واش لا لا يخطك ليا حبيبتي عاوتاني غادي تمشي لكازا وتخليني بوحدي اش غندير حبيبتي لا خدمه هي هادي دارو خاصني نشوف الامور ديال الشركه كيفاش هذا غير هي هاد المره هادي ما تعطاش بحال المره اللي فاتت مي با 5 جو ان شاء الله وانا معاك ديما كتقول لي بحال هكا وكتبقى تنسى راسك مع الخدمه ياك قلتي لي هاد السيمانه غادي نسافروا ايوا لا مازال عند الوعد ديالي غير نسالي خدمه ان شاء الله نجي ونديك صافي صافي غير وقت ما تجي علمني باش هكا نوصلك شي وقت اللي كتبغي وقت كلشي صافي كوني هانيه هكاك خلي الابتسام وخلي الشميشه تدخل هكا نبغيك يلا يا على الزين ديالي ما حتاج نوصيك احتاجيتي اي حاجه صوني ليا تهلا لي فراسك ليك وحتى انت تهلا فراسك وتبل راسك الله يخليك ليا يلا باي باي ها
ما سولتينيش علاش دوزتك من لهنايا. علاش اسيدي؟ شتي بحال هاد الفيلا خصنا هيك بحال هاد الفيلا انا وياك، هذا هو الحلم ديالي صراحه. ما كرهتش نسكن هنايا. نبداو بالكرا بعدا. شتي ضحكنا معاك وبغيتي فيلا قال لك ولكن تستاهلي فيلا. يا فعلا مالك؟ هاد التليفون شكون معيط لك؟ غير الوزاره. الوزاره انا جاي. انا جاي. الو الو حياتي فينك؟ لقيتيني مع واحد الكليان. مالك ياك لاباس؟ والو لاباس حياتي، غير توحشتك وبغيت نشوفك. هي خونا طلع لكازا بحال لا عندك الله. لقيتي هي لا خرج مشى للخدمه دابا. ايوا صافي انا نبدل حوايجي ديال الخدمه ونجي عندك دابا. ايوا ما تعطلش والله يجيبك على خير. امين حياتي. واش تفرحانه سيدي مالك انت كتهضر؟ هذا واحد صاحبي خدام في وزاره ديال التشغيل، عرفتي انت وانا موسي على واحد الخدمه. اليوم عيط ليا قال لي اجي طلب زهرك، انا نمشي عنده ان شاء الله للقهوه، وقام قال لي اجي دابا نمشي عنده. شوفي كاع داكشي تتحلمي به غادي نحققو الفيلا الطوموبيل لا سبالماس هاو ادعي معايا بصح. اه وين كنكذب انا؟ عمري كذبت عليك؟ لا ها لا عمرك كذبتي عليا. شنو دابا ادعي ماشي دعوه زوينه؟ ضروري وصل باش ما كتسنى. يلا باي باي ما سخيتش بيك الله سير يا ربي تسهل عليه وتعطي على قد نيتو. صدق الله العظيم بنيتي آه الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب ودار لك بنيتي هذا الشيء. يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي، دعوة به لله اللي ما يساوي لنا يا ربي كما دار فينا هذا الحال الله ياخذ فيه الحق يا ربي يا ربي بنيتي. وشنو الوريده بغيتك تبقى عاطيها الناس ما تنوضش تعاونها على الزمان؟ غير صبر يا وليدي راك عارف حال اختك، ما عندنا ما نديرو. ورا صبرتي دبر على الوالده 3 شهور وانا خدام بوحدي بحال البغل ديال البلديه، ولا جينا نهضروا على الحاله حالتي راه اكثر من حالتها. عارفك يا وليدي باللي هز الحمل ثقيل وان شاء الله دابا يفرج الله. الله يفرج. اسم محمد. اسم محمد. اسم محمد سمعتي شكون اللي كيعيط عليك؟ اه خلي امو اللي بغى يعيط يعيط. ونوض وليدي ما تخليش بنادم كيعيط عليك حشومه. اه والله استغفر الله العظيم يا ربي استغفر. محمد الجوكر اش بغيتي عاوتاني؟ واه بطا صاحبي راني جايب لك واحد مولاتي خبار دايزلك له. وتسنى تسنى راه ومالك عاوتاني بصوت الوليد واش بغيتي عاوتاني؟ لا كصاحبي ديما معبس ضحك صاحبي وضحك للدنيا ضحك لك راه جايب لك واحد مولات شي خبار تعطي عليها فلوس صحيحه والله ما تلقاها اخي جريوه بالله. وانا راه عارف دوك الخبارات الملاوطين ديالك. جريوه صاحبي دير نيتك هاد المره والله تيعجبك الحال. يلا سيدي سمعنا هاد الخبار ديالك. شتي جريوه دابا عجبتيني درتي نيتك ولكن اخي هاد الحومه عندكم ماشي ديال الهضره. يلا خلينا نعوجوا البلاصه ونقول لك. مشينا؟ يلا يلا سي عثمان واش حط خاطرك لاباس؟ لا ما عندك من لا تخاف امورك مضبوطه تبارك الله عليك. غير هو حاجه وحده الكليه ديال لاله غيتها خرجت. لاله غيتها جات لها في الصباح وخداتها. مزيان برافو برافو عليك باش تعجبني شغل كنقي. الله يحفظك لك تخرجك عارف خدمتي كيفاش دايره كلشي كيشكرها وكنخدموا من نيتنا تبارك الله عليك. حاجه وحده السيمانه الجايه انا ما كاينش ياك غنسافر انا والمدام ان شاء الله ندوزو شي حاجه على برا. غير هو بغيتك اخويا ان شاء الله انت توقف لي على الكوموند بنفسك ديال الشقاوي. حسب راسك راه كاين هنا والخدمه غنخدمها من نيتي بحال راه كاين راك عارفني كيفاش كنخدم راك عارف كلشي. لا سومي البروشيني بغيها ان شاء الله. مرحبا على الراس والعين. ما تعطيهاش لديك السيد اخويا تيحشم لي بيني وبينك. لا كون هاني انا قضي لافير بيدي انا غنوقف عليها كون هاني. تبارك الله الله يحفظك. ها انت شوف هذيك راه يجي لي واحد السيد في العشيه. ذاك الكولي. يجي لي واحد السيد في العشيه عطيها لي. صافي كون انا مشيت يلا صافي. يلا الله يحفظك يلا تهلاي في راسك بون فواياج. ما احتاجش نوصيك. لا كون هاني اي حاجه اي حاجه بغيتي صوني عليا. صافي اي حاجه الله يحفظك شكرا. اوكي نبداو بذاك الكولي اللي قال هذا. دخلت
حمزة سليتي راجلتك العاسر واخا انا جاي دابا دابا انا خارج توت سويت الله 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 الدوش قال لك الدوش حنا راه عاد مسمين علينا كندوشو في دوارنا دابا تجي شربت العصير جا معايا شتي غير هاد العصير هذا غادي نوليو نشربوه انا وياك في المالدي ياك سياده وقول لي انا راه مليت من هاد العيشه راه جالسه معاه غير بزز شوفي نقول لك واحد القضيه حنا ما بقى لينا والو غير زيدي صبري شويه انت شوفي نحققوا لوبجيكتيف ديالنا المشروع والدار والطوموبيل ومن بعد نخدو صافي وراني صابره قد هاد الصبر ما شتيش جالسه مع واحد ما كنبغيش في دار وحده عارف واش دابا انايا بالنسبه ليا نشوف واحد البنت كنبغيها مع راجل اخر راه صعيبه عليا بزاف ولكن راه الله اللي عالم بيا لا لا ما عجبكش الحال شرب شرب المره الجايه بقيتي تجيبي لي كاس غليظ هذا راه رقيق هذا راه دغيا تيسالي صافي دير المحلابات واخا عرفتي انا راجلي مالال والله ما كانت نسافر غير انا وياك ما بقى والو يصبر شويه عفشي دابا شنو شي دور ليا فرنسا ديك الفلوس كامل اللي غادي نصورهم للدمدومه النص ديالهم غادي نشدهم غادي نبلوكيهم تبقاو عندي حتى من بعد نقول لك شنو نديروا ليهم النص الاخر طيارات اش منك يا تركيا اش منك يا قولي قولي انت قولي انت تركيا انا هي اللي كنعرف شنو اسامتي جاج هادي منين كان مشاو لا مشاو شوفي كاع داكشي اللي فيه لاص 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 كاين ها لاص ايوا الله يخلي لنا الدمدومه واش انت مقتنع بهذه الجويه اكيد الوالد مقتنع هو حنا عطانا كلمه للناس هذا كتقول لي مقتنع انا ولدي ما مخخطري ما مرتاحش الوالد سيدة ظريفة وبنت عائلة وراك شفتيهم وزيدونا الوالد انت اللي كنتي مبرزطني باش نكمل دين اييه انا كنت مبرزطك ولكن كنت باغي شي واحد اللي يستاهلك وتقدرك واش غنقول لك انت راك بحال خويا وما بغيتش لك شي حاجه اللي خايب غير هو الزواج هذا بنتي لي بحال ضربتي وصبرت يا صاحبي غير تتعرف على الناس دخت واقعي لاخي ولاش من دخت جري واش ديك الدار وهي بنت ساكنه بنت الحاج ويلي واش كون باقا ما خونا في الدار صافي راه نقول لك راه قبل ما نجي عندك بشويه غير مدخلاه وعلى حساب الروشيرش اللي درت بلي مسكين الفيكتيم ماشي خدم في كازا تيبقى لها هي الفراغ فهمتي الوقت خاوي راك عارف بنت الحاج مسكينه ما عزيزش عليها تبقى راسها وكتجيب لها تي ريسكي والنساء تي والنساء واش غيكونوا تيديروا في الدار ده شنو غيكونوا كيديروا ونسيت ما قلتش لك خونا راه عنده الدبلوم ديال شيف كويزيني تيعلم تصايب الشباكيه مالك مريض اجري هو صاحبي كنقول لك خايشي راه مزوج ومدخل الراجل كتقولي اش كيديروا ما فيق معايا شويه صاحبي وفي الصراحه احسن بلان درتيه هو هذا ما تخلينيش نبقى نتخزز عليك اصاحبي هو وعدتك بلي نجيب لك افير مغيزه تنتقم بها من الحاج ودابا مابقاش غتنتقم من الحاج بوحدو وجي غدير الخير حتى في الفيكتيم تفيقوا من القلب مسكين راك شتي دايز عليه الدكاكه ياك اخاي شوكه ومالك المهم اخاي راسي لك التيران وعارف كيفاش تلعب وشنو غنديروا دابا خاي شوكه انت كيفاش غنديروا جريو بنتي ليا ضربنا راه فير كامله في الزيرو اول حاجه غنديروا غنطريطه واش ما تشوفناش راك عارف الدنيا هنايا شويه محضيه غنمشيو نتركنوا لها شي بلاصه يلا انا حيد سير الشيخ عثمان علاش كنت كنقول لكم ما تزربش ما كانش كيسحب ليا قياسي بناني معاشر مع الدياب وصاحبي واخر واحد كنت كنتسنى غادي يخونني والبنت متلات عليا مزيان بنت الحرام عرفت شنو كدير عمري حسيت بها بانها كتغدرني ومعامل مع صاحبي اقرب الناس ليا شوف اخي عثمان دابا الكامور 100 خساره وخلينا نفكروا في شي حل ندير كون غير سمعت الهضره ديال الوالد من قال ليا ديك البنت ما غاديش تصلح لك ولكن ديك الديب ديال صاحبي هو اللي نور ليا الطريق وعثمان راه المشكله ماشي في صاحبك المشكله في ديك خيتي يا صاحبي اللي كاتب لها الدار اما راه دابا نمشيو نعتقلهم ويغرقوا حبس ولكن صاحبي غتخرج دوز المده ديالها باش تخرج شنو غادي تلقى غتلقى الدار غتصرف لك عليها وانت ما عندك حتى شي حق فيها دابا شنو غنديروا اخويا ياسين
اش غدير خي عثمان؟ غتعيط ليا دابا وغتقول ليها بلي راك جاي للدار وما غتباتش في كازا، وانا غادي نقاد لك الامور كامله غير هو مسح لي دوك الدموع صاحبي وتبت لي راسك. راك راجل واخا خويا. ايش ندير منك نعمر منك جوج مخادة وليدي يباكو ضارب عليا الدوريجين نعرف الزلط. اجي تليفون كشي صوني مافي. ايه هي عندها مافي شنو عندك؟ الو حياة وي بيبي صافا عليك؟ الحمد لله كي وصلت انت هنا؟ اودي غير سكتي بقيتي نرجع للدار على ودك. رجع للدار على ودي؟ وعلاش؟ كيفاش علاش؟ هي كنت قلتي لي بانك باغا تسافري. ايوا لا لا راني كلفت سوفيا باش يقابل لا سوسيتي بيد ما ناخذو شي سيجور ان شاء الله انا وياك، نبدلو منها الروتين ومنها نرتاحو انا وياك. وصافي حياتي ميرسي ملي فكرتي فيا باش نسافر. المهم حياتي انا غادي نقطع دابا راني صايق. ايوا صافي رد بالك مع الطريق. يلا سلام. برافو عليك. دابا خي عثمان اش غادي تمشي للدار بحال ما كاين حتى شي حاجه، نتلع عليها بالطريقه ديالي فهمتيني، ما تخليهاش تحس بحتى شي حاجه، وانا غادي نفكر في شي قالب اللي نردو لك به رزقك. غير هو تبت ليا راسك مزيان وديك الساعه ملي نردو لك رزقك نطيحوها في الشبكه كيف بغينا. صافي واخا خويا. ولكن اخويا عثمان نبغيك تصرف بطبيعتك حيت راه ما خاصها تحس بوالو. ندير اللي بجهدي اخويا ان شاء الله. مزيان دابا اش كتسنى؟ اش تمشي لعند الدار تبت ليا راسك مزيان صافي؟ اي حاجه بيناتكم تيلي صافي ان شاء الله. كون السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير وليدي؟ لاباس؟ صحه مزيان. لاباس كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله. شنو وقع؟ بغيت وليدي غير نسولك على جلال. اه شتا وليدي غبر غير داير هكا وزاد مارتو خير؟ طبعت لي الواد ديالو راه دابا فاكونس مارشي. ياك وليدي؟ اه مهمتي ياك. هذا هو كان بغيها وجا خطبها والجيران والعائله. ياك وليدي داك الشيء خالتي اللي وقع للدنيا مسكينه راه وهي الخطرها داكشي ديال الله. ورا الدراري خاص الدراري شدان والهضره بزاف راكي عارفه. ايوا رجع في الله ما دارش على وجه الله. شدير امي وهذا اللي قدر الله. اللهم لك الحمد. وبسلامه وليدي. بسلامه امي خليتك الراحه. وصافي حتى انت بلا ما تبقى مقلق. واش دابا ماشي من حقي انا نتقلق؟ انا مخلي خدمتي ومخلي شغالاتي كاملين وجاي عندك في الاخر تقول لي جاني ابيل راجع راجلي. علاش معيط عليه في الاول؟ والله الا حتى انا كنت باغا ندوزو هاد لي 3 جوغ انصومبل لاني انت كتشوف ما كتبش. والله جا نشوف تباكو شو مسكين كاع ما بغا يقول لي جلس. شوف نقول لك ركزي لي دابا على الاهم اللي هو الطوموبيل. ياخذ لك شي طوموبيل باش ديك الساعه نقداو لي زافير ديالنا مزيان. صافي كون هادي ما تخافش. يا انا مشيت وبلاتي نوصل. لا لا شوفي خليك هذا هزيه هزيه حطيه عندك اش تو نعس كاع. انا مشيت يلا باي. يلا بسلامه. بين عندنا التليفون. يلا صافي يا صاحبي قلت لك 4000 اش خرج لنا ب 8000 غنمشيو عند عزيز من القطيه والله ما تخاف على حسابي اجري واد دير نيتك اصاحبي. قدريتيني فراسي اخاي الجوكر وفكرنا انه بزاف اخويا. ياك اخاي انتم نعرفوا تيقرش فيكم الخير اخاي جريو طريط جريو راه والطباخ خارج من الدار. والله ما كذبتي بالله وعندك الحق وفين يكون غادي دابا؟ شكون عرف جريو اصاحبي؟ المهم انا غنمشي في حالاتي تراسيت لك التيران ولا كيف بغيتي ان شاء الله. اجي ما تقول الشاب الضحك شوف تخليني. راك عارف اصبر باقي محسوب على الحاج راه غادي نتعطل اصاحبي واعلى سبيت تقديرنا فلاك. سير اسيدي الله يسخر غير هو بغيتك تدبر لي على النمره ديال الفيكتي. النمره ديال الفيكتي من الفيكتي قايتها دبدو بغا يفاري. لا دبدو بغا يولي فارطنا اخويا. تخافش اصاحبي دبدو ضربوا على حسابي حافظ لي المود باس جوج كيكات يقادو يدي زاكتيف يعطينا كلشي باه يعطي لينا مشى التليفون. ايه الجوكر اصاحبي. يلا سير الله يسخر. يلا شوف تريط لي تريط لي هنايا. لا ما تخممش انا جاري معاه. كبيده ديالي هاني جيت. على سلامتك. الله يسلمك حبيبتي. صافا الحمد لله. انت مزيان؟ الحمد لله. اجي بعدا كيفاش لقيتك اليوم في الدار؟ يا
وراني تسقلت بالتاكسيات ولا ما كرهت شي طوموبيل صغيره نبقى تسخل بها ولا خصت للدار شي حاجه عاوتاني تقيدي لي ديك اللوجيه ديال تخوبيشه وكذا. شوفي هذا الموضوع نهضروا فيه من بعد. جيب لي شي حاجه نشربها راني فيه المود ديال العطش. وفين تابع ليك؟ خليتها في الطوموبيل. داك نصاوب لك عصير. هيكون مزيان. شكرا. خويا عثمان كي غادر الامور عندك؟ بصراحه اخي ياسين كنحاول ندير اللي بجهدي باش ما نبينش ليها والسيده غاما زايده فيه ما قداش الدار بغات حتى الطوموبيل. الطوموبيل كيفاش بغات الطوموبيل؟ قالت لك سيدي تقهرات بالطاكسيات وبغات الطوموبيل. عرفتي شنو طاح ليا واحد البلان ميكتو واللي هو خويا. شوف دابا ما غادي نقول لك حتى شي حاجه. حاجه واحده اللي غادي ديرها هو انك غادي تقول لها يلاه نشري لك الطوموبيل وجيبها لعندي البلاصه اللي نصيفط لك في اللوكاليزاسيون. صافي اخويا على مولانا صيفط لي انت اللوكاليزاسيون. يلاه اخويا تبت لي راسك. صافي اخويا كون هان هاك على راسك. شكرا. مع كنتي كتهضر؟ كنت كنهضر مع واحد صاحبي سمسار كيبيع وشري في الطوموبيلات. سولته على شي طوموبيل قال لي اجي وتشوف. صح ليا ليا ونمل. يلا حبيبتي سيري وجدي راسك باش ما نتعطلوش عليه دابا. واليوم ابت الحاج عير بيا ولا بيك. السلام عليكم. اهلا اهلا بسي عثمان. مرحبا زعمان فرانك واش الغبور؟ الله يلا غير مع الوقت اخويا وصافي. ايوا الساعات ولا اخي عثمان ودخلوا تفضلوا مرحبا بكم. ايوا سي عثمان قول لي باقا بعدا الخدمه في كازا؟ اياه يرضي عليك مازال تما. ايوا مزيان اسي. المهم نقدم لك امينه مراتي. متشرفين. باش ما نطولش عليك اليوم جيت ناخذ شي طوموبيل للمدام ديالي تكون زوينه وراك عارف وتكون على قد الحال. مرحبا الطوموبيل ديالك موجوده مدى غير هو السي عثمان قبل ما نوريكم الطوموبيل عندي لك واحد مولاتي هوته دايزها الكلام وانا عارف انت ما كتزكتش فحال الهوتات. اش من هوته هذه كتهضر عليها؟ كاينه واحد مولاتي فيلا دايزها الكلام فيها تقريبا شي 500 متر ما بين 500 و 600 متر وغير 250 مليون. كيفاش؟ وكيف سمعتي يا سيدي ومولاتها بيعها بفراشه اصلا السيده غير مزروبه على الفلوس حيت باغا تخرج من البلاد. سي دوماج اخي ياسين يلا لقيتينا شرينا واحد البارطمان كون جاتني هاد الفرصه قبل ما غنزقلهاش راك عارفني. ايوا في الصراحه والله ما كرهتها لكم. وقول لي يا سيدي يمكن لينا نمشيو نشوفوها؟ طبيعه الحال يمكن لكم تشوفوها. علاش انت بغيتي تشوفيها؟ ومالنا حنا خاسرين شي حاجه اللي ما شريت نزل؟ معقوله؟ لا لا المهم نتوما سبقوني لتحت وانا غادي نتبعكم. مرحبا. يا الو فاطمه ام درا شنو درتي؟ صافي كون هاني يلا لقيتيني دابا استاذ علال على كلشي. صافي مزيان تبارك الله عليك. وفينك انت بعدا؟ لا انا كاين في الوكاله ديال الدري صاحبي وامره معايا انا نجي للفيلا دابا. اوكي حياتي كون هاني يلا بيزا يلا ردي البراد. حبيب القلب يا حبيبي يا غالي يا شغل بالي ما القلب تقاس علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. علال وليتي مطرب ولا شنو؟ واش غدير اخي ياسين؟ كنقتل المال شويه وصافي. ايوا مزيان اسيدي. وقول لي مدام فاطمه الزهراء كاينه لداخل؟ لا لقيتها يلا خرجت دابا مشات للمطار راك عارف تقضي شي مسائل. علاش ياك لاباس؟ لا والو باس غير الناس جبتهم معايا بغاو يشوفوا الدار. الله عاود السياسي تفضل انت والناس اللي معاك دارك اخي ياسين وايري. الله يحفظك ليا با لال راني عارف اللي كاين. صدق لي هاد لافير ان شاء الله فيك. يلا سير اختي. تفضل. تبارك الله ما شاء الله كان عندي فلوس خي ياسين والله ما نخليها. وايلي اخي عثمان راني عارفك مزيان انت كاع ما كتزقل في هاد الهوتات هاد. حتى
حتى دابا الا بغيت ناخذوها ناخذوها فين كاين المشكل. واش انت من نيتك فين هما الفلوس باش ناخذوها؟ سهله حبيبه غادي نبيعوا الدار ديالنا. واخا لا احنا بغينا نبيعوا الدار. السيد قلنا بان مول الدار مزروبة على الفلوس والدار باش نبيعوها خاصها وقت. اسيدي الدار غادي نبيعوها لبابا اليوم غادي ياخذها من عندنا واحنا حلينا المشكل. اه لا هي في الصراحه مزروبة على الفلوس هادشي اللي كاين. ايوا ملي هكا الا بغى يشريها من عندنا ب 150 مليون 100 مليون ضربيها على حسابي. اسيدي بابا ضربو غير على حسابي ولينا عندي واحد الشرط. بدينا ثاني بشروط اما هو هذا الشرط. كيف ما الدار كاتبها لي بسميتي حتى الفيلا تكتب لي بسميتي. شيغي اكيد كيما كتبت لك الدار اكتب لك الفيلا المهم نكونوا انا وياك. خليك ليا نور عينيا. قول لي يا سيدي امتى يمكن لينا نشوف مول الدار باش نتفاهموا معاها؟ واش غنقول لك على حسب ما قال السيكوريتي هي دابا في المطار غالبا في العشيه تكون هنايا. قول لي يا سيدي واش يمكن لينا ندخلوا نشوفوا الفيلا؟ الله اودي وخذي راحتك. ربي يخليك يا سيدي. حبيبه يلا ندخلوا نشوفوا الفيلا. لا لا حبيبه غير سيري دخلي انا نبقى مع السياسين هنايا غير ما تعطلاش باش يلاقوا مع باك الغرض. لا ما تخافش غير سبقوني نتوما. ياك تبارك الله عليك ابا ياسين. اه البلانكي غادي؟ لا ما عندي ما نسالك. شوف مازال ما شتي والو ان شاء الله فلوسك غيرجعوا وبزايد كاع ان شاء الله. الله يخليك. قلتي لها 150 مليون كاين. ما شاء الله وفيلا وش من فيلا. ايوا هذا الخبر معايا الفلتة شحال الحبيبة ديالي. الو لاباس عرفتي جبت لك واحد لا نوفيل ما تيقش. كيفاش كنخربك؟ قطع قطع انا نوريك انا عيط لك ابل فيديو ونوريك علاش قاده. يلا الو سكيلطه ديالي هو فين؟ وايلا توحشيني انا ماشي غير توحشك انا راه كتبان لي التفصيل ديال المرقه. يلا قطع فاز المهم انت جبت لي راسك ان شاء الله ما يكون غير الخير اخي عتمان ان شاء الله. علال راك عاجبني بقى هكا فهمتي. شوف اهم حاجه هو نرجعوا فلوسك ديك الساعه ما يكون غير الخير هذاك الشيء اللي بغيته. المهم دابا هي جايه حيد هي ديك الغوباشه وابتسم شويه صح. ها بيسي علال الحيوه ديالي عجبتك الدنيا ما شاء الله كتحمق في النا في النا في النا. اه واش هي عجبتها الفيلا وانت؟ لا عجبتها هي اكيد تعجبني انا. ياك صافي اقتنعتو بها؟ 100% ما فيهاش. سي علال شوف اي سمسارجه ما تخليهش يدخل الدار تباعت. الله ودي السياسيين باش تعرف واحد الحاجه راه جوج السمسريه على الجاج ولكن كنصدرهم على قبلك باش تعرف راسك عزيز. انا عارف اسي عزيز انت عمر شي حد يعطيك التصبيق ديال السمسيره. الله ودي انا باقي ما شاد الله يفيه الله ودي باقي ما شاد والو غنعطيك التصبيق ديالك. الله يحفظك ليا شكرا وان شاء الله ليا في راسك وان شاء الله مازال الخير قدام راك تما خيا. يلا سي عثمان كاين فين؟ يلا يلا نوصلوك معانا. لا لا شوف انا مازال تابعني شي مسائل خصني نقضيها في الطريق. انت سير بعدا عند بوات البنت وقضيو اموركم وديك الساعه في القهوه نتلاقاو في العشيه. واك ان شاء الله. سلام تحياتي. ايه مني وكا ماشي مشكل ولكن انا بعد لكم الدار ب 120 مليون وانتم طلبتوا لي 150 مليون ماشي بزاف. ايه بابا هادشي عارفين غير هو ديك 30 مليون حتى بلا بحال راه سلفتيها لينا واصلا عثمان غادي يكتب لي الفيلا بسميت. واش نقول لك ابنتي والله الا حشمتيني ما خليتي لي ما نقول ولكن الفلوس انا نعطيها لك دابا والمكاتبه حتى نكون مسالين ان شاء الله ونمشي نتكاتبوا صافي. عندك راه ما تعطي الفلوس وما تبغي الدار تنكرك. واش يا عثمان هذا راه بنتي وعجينتي يدي ولكن مع براني راه ما ترحموش. اما انا راه عارف انا شنو شنسو نضل نجيب لكم فلوس باش ما تزعطش. شتي قلت لك بابا ضرب على حسابي صراحه باباك تري جونتي. الله يساليك الله غفر لنا الله. تقولي الحاجه عنده جرده ديال بيبينيا الحاجه ديري حيدي حيدي نشيو نعاود نصوني لك. يلا المهم حبيبتي غنمشيو نحطو فلوس في الطوموبيل باش في العشية إن شاء الله نشقى على 100 مليون ونمشيو نتفاهمو مع السيدة. داكوغ هو ما خفتيش زعما تخلي الفلوس في الطوموبيل أليز؟ لا لا ما كيتمناش تخاف أصلا الطوموبيل فيها كاميرات وما كاينش اللي غادي يزعم. إيوا صافي داكوغ غنمشي دابا نوصلك إن شاء الله ونمشي نوقف على واحد السيد هادي هي وقيتها كنسالو شي فلوس ما غاديش نتفاك معاه. صافي يلا نمشي أنا. يلا
الله يعاون. كيفاش ملايين وباريزة؟ هاد البلان فلت ليا هاد. واحد السلام عليكم. على السلام، شكون مالك راه تعطيه لاصح؟ خويا شنو غنقول لك؟ هذاك باها ما كيتقاداش من الهضره، هو اللي عطلني. ودابا شنو درتو معاه في البلان؟ صافي اخويا كون هاني، البلان تقدا والفلوس راهو ما عندي في الطوموبيل. مزيان دابا، دابا غادي كلشي كيف ما خططنا ليه. حاجه واحده اللي بقات هي نغرقوا دوك جوج مور القريه، ولكن بشكل قانوني. ولكن كنديروا ليه اخويا؟ عرفتي شنو؟ خلي الامور غاده في حالك. كيفاش اخويا ما فهمتش؟ شوف ما عندك ما تفهم دابا، دير غير داكشي اللي كنقول لك. واش ما كتثقش فيا؟ والله يا ودي اخويا انا كنثق فيك مليون في المية. عرفتي شنو غدير دابا؟ غتمشي لعندها وغتقول ليها اللي قال لي السمسار، خصنا نمشيو عند السيده في العشيه باش نتفاهموا معاها على الدار. هي الاولى اخي، هو عنده واحد المشكل، بقيه ديال الفلوس مازال ما كملتهمش. انت اش كتخربق عليا صاحبي؟ راه اصلا ما غاديش نحتاجوا للفلوس نهائيا. انت كيفاش اخويا ما فهمتش؟ واش تمسطي ولا مالك اصاحبي؟ والفلوس راه ما غيتجبدوش اصاحبي. واش باغي تشري فيلا بالصحراء ديال نسابي؟ مسخور هذا. عاش غدير دابا؟ غتمشي لعندها وغتقول لها بلي السمسار راني مشيت لعندو وصبقت ليه شيك ديال 50 مليون وقال لي بلي خصك تجي لعندنا دابا للدار باش ديك الساعه نرجعوا البقيه تبقى عليا. صافي اخويا كون هان، انا نمشي دابا باش ما تعطلش. الو فاطمه. صافي ياسين كون هاني، صافي انا راه ماشي مكلخ، راه فهمتك. اجي بعدا شنو قلتي لداركم على الفيلا؟ غير تهنا، راه كانوا غيجيو. ملي قلت لهم راه ياسين عرض على صحابو اليوم بلي، قالوا لي صافي خليه ياخذ راحته في الدار، غدا عاد غيجيو. مزيان، وان شاء الله اليوم غيسير هذا الفيلم ديال عثمان. الصراحه بقى فيا والله مسكين ما عنده زهر. اودي كون تشوفي الصبر اللي عطاه الله، غتقولي هذا انسان ماشي طبيعي. كاين شي وحدين كيطيحوا في نفس المواقف كيسبقوا قاتلين وغارقين حباسات. وانت قلتي عطي ولي في لفه هو اللي ضايع وغارق حياته في الحبس. ردات الفعل اللي دار عثمان ديال الناس اللي بعقالها ياسين. صافي حصلتي مرتك كتخون سير ديك راري وصيفطها فين تربى. وزيدو كيتا هي ما ورا راجل الف وحده تمناه. ايه والله يدير شي تاويل ديال الخير. امين يا ربي. اجي بعدا القضيه ديال بنت مي الزاهيه فين وصلات؟ واش غنقول لك، المجرمين اللي وصلوا لديك الحاله راهما غارقين حبس. ما بالنسبه لبنت مي الزاهيه ما لقيتش الوقيته باش ندوز لعندها مع هادشي ديال عثمان. تنسالو ديك الساعه نشوف. ايه والله يصابو صافي اما بقى ما يجب. امين حياتي امين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مزيان هيا؟ مزيان الله يبارك فيك. الله يحفظك. ياسين ما بانش لك؟ راه من قبيله هو كيتسناك، هو ولا لا فاطم الزهراء. زيرو تفضلوا. الله يحفظك. شوف الوراق كاملين جمع من الدوسي واحد عند فتاح. دونك نجمع الوقفه هما جايين. شكرا. على السلامة. مالكم على التعطيله؟ اش نقول لك، اسمح لينا اخي ياسين راه غير مع الزحام والطريق يلا وصلنا دابا. ما علينا سيدي، المهم السيد راني دويت معاه وان شاء الله الفيلا راه ديالكم. واخا راه ديجا دويت مع واحد السمسار وكنت معاه ولا تقاد معاه الامور، ولكن راني زيرتها مزيان وعطيتها الشكل اللي عطيتيني. ايوا الحمد لله. شكرا اخي ياسين، الله يكبر بك. لا صاحبي ما تقولش بحال هكا، انت راك خويا ودخلت في الدلو راه السيده كتسناك. دخلوا تفضلوا مرحبا بكم. مرحبا بك جنة. مرحبا. مرحبا بكم. الله يحفظك. تفضل. سلام صافا. تفضلي سيدي مرحبا بك. تشربوا شي حاجه؟ لا لا بلا ما تعذبي راسك، جينا حنا غير نقضيو الغرض وغادي نمشيو. مرحبا اللي بغيتو. لا لا فاطمه الزهراء، اللي نطولوا ونقصروا هادو هما الناس اللي غادي يشريوهم عندك الدار ان شاء الله. مرحبا بهم. صراحه والله ما سخيت بهاد الفيلا حيت كنش مفارح جدودي، ولكن ما عندي ما ندير راجلي في فرنسا واصلا ما تنجيبش ليها بزاف، داكشي علاش قررت نبيعها وبفلوس ندير شي بروجي في فرنسا حدا راجلي ني. شوف لالا دار دارك وقت ما بغيتي تجي تجلسي فيها مرحبا بك، ما يحيد لك حتى واحد.
مرحبا بك جنه حبيبتي اللي يخطيك. المهم لالا ندخلوا في الموضوع، واش يمكن لنا نشوفوا الوراق ديال الدار باش اليوم ولا غدا نتكاتبوا ونكملوا لك الامل ديالك؟ علاش السي ياسين ما قلتي لهم والو؟ الصراحه لا ما بغيت نقول لهم والو حتى تكوني انت حاضره معنا. ياك لاباس السي ياسين اش كاين؟ لا والو باس السي عثمان. شوف مدام فاطمه الزهراء ملي مشات للمطار الصباح وصلوا كاع الباليزات، بالنسبه للوراق ما وصلوهاش، قالوا لها حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. اها دابا شنو معمول؟ الصراحه ما كاينش شي حل اخر من غير انكم تسنوا حتى السيمانه الجايه بحال هذا النهار، وبالنسبه للدارها ديالكم ما غيحيدها لكم حتى واحد. ايوا اش غنقول لك لالا، كل خيره فيها خيره. شوف السي عثمان ما عليكم غير بالصبر، اما الدار راه ما غاديش تلقاوه في حاله، وبالنسبه للسيمانه راه دغيا غدوز. اما بالنسبه للشكل اللي عطيتينا السي عثمان راه نعطيتو لالا فاطمه الزهراء كعربون، وراه كلشي واضح وباين. ايوا لهلا يحشمنا. المهم مدام فاطمه الزهراء حنا نخليو لك دعوه. لا كتسوا تشربوا شي حاجه باقي الحال. لا غير خليتها للمره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يلا حبيبه سلامه. باي باي. فرصه سعيده. شكرا. او السي ياسين وصلكم الباب. شكرا. سلامه سيدي مالك. تفضلوا. المهم السي عثمان الامور راه كامله مضبوطه وكلشي تمام. شوف اخي ياسين عمري غادي نسال الوقفه ديالك معايا. شكرا بزاف. وانت راك خويا صاحبي هادي هادي في بالك ديما، غير هو راك عارف دابا مدام فاطمه الزهراء عندها غير 50 مليون عربون، باقي لك 200 مليون وباقي لك غير سيمانه. اخويا 150 مليون هاد الطوموبيل، غتبقى 50 مليون نشوف الوالد يسلفها لي. اصلا انا ما نخافش عليك، غير هو كاينه واحد الحاجه اخي عثمان نقولها لك وما ديرهاش مني قله الصواب. ما هي راك عارف اخويا التصمصيره ديالي وهاد الهوته هذا ما يجيبك حتى شي واحد. شوف اخويا انا غادي نتهلا فيك مزيان، غنفرح المدام ديالي وديك الساعه كلشي ديالك ان شاء الله. غتفرح المدام ديالك وانت غادي تفرح سيدي. المهم كتعرف الباب فين كاين. صافي كون صافي سير اخويا، وانا راه باقي غادي نمشي عندها على ود شي امور بيناتنا. صافي الله يسخر امور. الله يحفظك تحياتي. شيري صافي مقتنعه بالفيلا؟ عجبتني بزاف والله ميرسي بوكو. ساهل يالله يا ودي، غير هي واحد الحاجه خصك تعرفيها. شناهي؟ ما بقى لا تسافر لا والو. ياك وعدتيني غادي نسافر انا وياك. عاوتاني تقعدي تغوبتي عليا. شنو تسمعي السيد قال 50 مليون خاصنا نوجدوها لهاد السيمانه، والسيمانه دغيا كطير. بغيتي الفيلا ولا لا؟ صافي بغيتها دابا بناتنا العرس. يلا طلعي سيري. السلام عليكم. بسلامه سيدي بسلامه. يلا لالا على سلامتك. علاش انت ما غاديش تهبط؟ لالا انا يلا نشد طريق لكازا باش ما نوصلش مع الدار. ايوا مني هكاك ماشي مشكل. يلا تهلا ليك. تبان لراسك. لا كوني هكا. الو السلام عليكم. وي خويا شكون معايا؟ خويا انا راه فاعل الخير. كيفاش فاعل الخير؟ وقال اخويا راك غلط في النمره. وما غلط والو اخويا، ياك انت هو عثمان الراجل الامين. اييه هو هذا، ولكن شكون انت ومن جاتك نمرتي؟ وشوف هادشي راه ماشي مهم دابا، واجي عندي حدا المحل اللي مورا داركم ديال الحوايج وديك الساعه نفهمك كلشي. صافي سي بوار اش دير، خليك تما انا جاي عندك دابا. او شكون هو هذا خونا؟ السلام عليكم. خويا انت اللي صونيت عليا دابا؟ هي السي عثمان انا اللي صونيت لك. مالك اسيدي ياك لاباس كتعرفني؟ انا وليت خدام مع الحاج. كنتي خدام عند الحاج؟ اي عاد عقلت عليك، كنت ديما كدير كرسي قدام الباب. واهو هذاك السي عثمان. واش جابك لهنا؟ ياك ما انت ولد السيكتور. لا سيدي دارنا بعيده، اللي جابني لهنا هو انت. كيفاش؟ ما فهمتش. انا لا عارفك ما غاتفهمش، وانا راهي جيت باش نوصل لك واحد الميساج، حيت بنتي ليا ود عائله وواش بقى مقلوبه على القفه وصافي. ياك لاباس خلعتيني اش كاين؟ شتي مرتك اجا تخليك تخرج للخدمه وتدخل واحد السيد اللي معاشره معاه قرون هادي. كيفاش؟ لا 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 انا مرتي كتبغيني وما يمكنش دير لي شي حاجه بحال هكا. واش عندك شي دليل على هادشي ولا لا؟ ما عندي حتى شي دليل، ولا بغيتي تجيبك الدليل نجيبه لك. دوختي لي راسي يا صاحبي، انت بعدا علاش كدير هادشي كامل؟ انا السي عثمان راه ماشي شي انسان خايب ولا تندخل وسخ ما بين العائلات. هذوك الناس دمروني في حياتي
وفي سبابه مشات لي رجلي وما عطاوني لا تعويضات لا والو. ولا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه بقيتي فيا، قول لي اسمك الله. سميتي اسم محمد، تيقولوا لي جريوه في الحوم. لو سمع السي جريوه هادشي دير معايا واحد الجيست وغادي يكون عندك بالفضل من بعد ان شاء الله. ما عند الله سبحانه وتعالى انا عطيتك حاجه يعطيها لك الله سبحانه وتعالى. شوف غادي تمشي غادي تعصر مزيان قدام داك الدار، ولا بالك شي واحد داخل وخارج اول حاجه دير صوني عليا في هذا الرقم اللي صونيتي عليا فيه دابا. اه سي عثمان مرحبا. شكرا بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. ماما انا غادي نخرج شويه نجلس في الجرده. وتسنى يا بنتي غنكمل الشقه نمشي معاك. لا غير خليك ماما، اصلا كنلقى راحتي بوحدي. واش غنقول لك يا بنتي، سيري وما تعطليش وردي البال لراسك. واخا ماما كوني هانيه. يا ربي تحفظ لي يا بنيتي من شر الخلق يا ربي، يجيب لها ربي شي ولد الناس اللي يسترها يا سيدي يا ربي وسهل عليا. دابا خويا عثمان هاد الحاله اللي انت فيها راه ما عندها باش تنفعك، اهم حاجه بعدا هي انك رجعتي فلوسك. هادشي بالفضل ديالك انت وخويا ياسين. ما تقولش هكا اخي عثمان، اي حاجه في المستطاع نديروها معاك، راه حنا زعما مندوزينش قليل اولا. كاين اخويا ياسين بصراحه ماشي كاع الصحاب كيبغوك بدون مقابل. شفتي هذيك حمزه كان عزيز عليا بزاف وخانني معاه من مع مراتي جاتني قاصحه، ولكن ربي كبير كاع ما غادي يخيبني. عرفتي كون جا عندي ويقول لي عطيني فلوس نعطيه والله ما نتحاسب معاه. اش نقول لك اخويا الله ياخذ الحق. شوف اخويا عثمان دير في بالك ان منيه عمر ربي ما يخيب. كاينه اختي. الو الو سي عثمان. وي خويا امضره كاين شي جديد؟ خونا راه دخل الدار وراه هي اللي حلت لي الباب. مزيان اخويا بقى تما انا جاي عندك دابا. مرحبا سيدي كون هاني. امضره طاحوا في الشبكه. ومالك مصدومة صاحبي؟ صافي كيف ما رجعنا الفلوس غنغرقوهم حبس. اسمع خويا عثمان قبل ما تمشي انا عارفة بلي صعيبة عليك هاد اللحظة بزاف اللي غيتشد فيها صاحبك، وخصوصا البنت اللي كنتي ناوي تكمل معها حياتك، ولكن دير في بالك هادشي كامل غير امتحان ديال الصبر من عند الله، ومن بعد هادشي اكيد ربي غيجيب الفرج حيت ما كيتسد باب حتى كيتحلو بيبان. شكرا اختي فاطمه على هاد الهضره بزاف ونتمنى من الله يدير شي تاويل الخير. المهم انا نخليك دابا ياسين تلقى كيتسناني. واخا خويا الله يسهلك. امين اختي. عرفتي حياتي هاد الجلسه اللي كنجلسو هنايا نولي نجلسو فيلا، وداك العصا اللي كتجي ديما تشرب وتولي تشرب وحدها لا بيس. الله هادشي اللي كنت كنحلم به انا بشحال هادي وقربنا نحققو كاع داكشي اللي كنا كنحلمو به. اكيد غير هو غادي تبقى عند الوالد ديالك اون فوا غادي نطلق انا وداك الدبدوبه. هاي 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 ولا قطع رومانسي السمسار. شنو هو السمسار؟ تيقولك المثال اللي ما عنده قلب الزمان غالب. اما راكم مصدومين ما فهمتو والو ياك. ايوا انتم غادي تفهموا دابا كلشي. عثمان تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عثمان مابقى سميتي عثمان، انا الدمدومه وانت حسبتك خويا ودرت منك راجل ورديت في هذا المستوى هذا وتخونني ومعامل مع مراتي. ياسين دير خدمتك واخا ماشي في القانون ندير هذه الخدمه هذه. انت اللي غادي تتكلم. ارى لي يا اخويا. لا عثمان انا ما دايره والو، هو اللي كلا لي دماغي. عافاك يا عثمان. كيفاش عافاك وشتي حمقه؟ تقلبي عليا كلشي اللي عندك اخويا عثمان، راه هي اللي قالت لي اجي نديروا لعثمان ونديروا ليه نحيدوا ليه كلشي. هاد الهضره سيركوله ما عندي ما ندير بها. انت المره الاولى اللي جبتيها لي وقلتي لي راه بنت الناس وبلا بلا وداك الهضره عام مخطط لي انت وياها، دابا هتمشي تغرقوا حبس اريدك. عثمان عافاك. لا عثمان عثمان زيرتي عليا. شنو هو زيرت عليك؟ تتمشي للحبس وتشوفي الزياره ديال بصح. راه انت يديك راه يديك بركه ما تعنفر. الخيانه صعيبه الثمن ديالها غالي، وانت الرجوله بزاف عليك. عافاك عثمان دير غير بوجه العشا. عافاك. كاين عشره كانت بيناتنا اصلا دوزت معاك غير 3 شهور مابقيتش كنحملكم بجوج. داوم عليا عافاك سيدي والله ما انا
قابلين فيها شي حاجه. راكم لهاد الهضره، راه كاين واحد الشومبر 5 ايطوال كملوا فيه حياتكم انت و تخينا هذا. يلا تحركي زيد. صافي صاحبي تلقى ديك الغوباشه صاحبي ما كاينش تبقى كاعد مولني يا خويا ياسين عمرو غادي يخسر ورا داكشي اللي كاين راه مولني عمرو ما يخسر وانت درتي نيتك ربي يبين لك الحقيقه فهمت شكرا اخي ياسين عدبت معايا صاحبي تبقى تقلق فيا بحال هكا ما تبقاش تقول لي شكرا انت راك خويا اي حاجه انا معاك ما الله ياخذ فيهم حق اخويا هادشي اللي نقول لك امين ولدي عثمان مالك بنتي لي ماشي هو هذا شنو نقولك الوالد الدنيا صعيبه وعمرها غير بالنفاق اش كاين ولدي ياك لاباس خلعتيني شنو نقولك الوالد غتبقى ما يتخبى شي هاد النهار هذا دوز اكفس نهار في حياتي اكفس نهار في حياتك ياك ما دازتي مع امينه ولدي لا الوالد كون غير سمعت لهضرتك النهار الاول مين قلتي لي داك البنت ما غاديش تصلح ليك اش كاين ولدي عاود ليا راك شوشتي انا نعاودك الوالد كلشي من الاول حتى الاخر اولي ويلي شاد المصيبه بنت جات ليا الحبس راسي ما عرفتش فينا هو تثبت ليا راسك بنت غنخرجوها ان شاء الله ما تيش من نخرجوا البنت وانا باغي رزقي والله يعطيها الغرق ما عندي ما ندير بها باغي عا فلوسي انا مراد نسعى ليا الفلوس دابا نخرجوا البنت هي الاولى وديك الساعه يكون خير ان شاء الله ولكن السي عزيز السي عزيز كي داير بخير لاباس هاني عمر علي الله يبارك فيك الحمد لله مرحبا وزعتنا الغراك السي عزيز اش حاب الخا سي ياسين تحتاج في واحد الغراض تقديمي محتاجني في واحد الغراض مرحبا ياك لاباس لا والو باس غير الصديق ديالي البنت ديالو مشى عندكم بنت واش دودا عندنا قول لي يا سيدي بنتك علاش تشدات اه واحد شلال واحد بركه يدخل على الدار وراه شدوه على الخيانه الزوجيه هادشي اللي كاين اه صافي صافي عاد عرفت دابا شكون انت الاب ديال امينه وعلى ما كنعرفوها سيدي السيد اللي لقيناه معاها في الدار ما دخلش عليها راه صحيبه وكيجي عندها ديما صحيبه واش هادشي السي عز تيقول هذا سي ياسين وقيلا راكم غالطين ولكن هاد الشيء ما تيهمناش دابا الحاجة الوحيدة اللي كتهمنا دابا هي نفكوا هاد المشكل كيفاش نفكوا هاد المشكل وباش غيتفك انا مستعد نعطيك من 10 حتى ل 20 مليون غنحيدوا هاد الشهر دابا عند بالك غادي تشريني بفلوسك ولا شنو فلوس السي ياسين انا تدير الطريق في البحر انت لو وقفتي ليا راني موجود فلوس كدير الطريق في البحر اسمعني يا شريف بنتك غتغرق حبس وبلا ما تحاول دير يدك في الشكاره حيت انا اللي مكلف بالدوسي ديالك ولكن السي ما كاين ما ولكن مع كل احتراماتي لك السي عزيز هذا هو الكلام الاخر ديالي يمكن لكم تفضلوا واخا السي ياسين كلامك هو الكبير السي مراد يلا نمشي والله اللي قالك نفكوا المشكل وهادشي اللي كاين الوالد واش تي ولدي عثمان اللي ما تيسمعش هضره والديه هادشي تيوقع ليه وصافي راه مكتب عليك والحمد لله اللي ما دتلكش رزقك ايوا الحمد لله على لطف الله ايوا راه خصك تخرج شي صدقه من ربي يفيقك من القلبه داكشي اللي لقيتيني كنفكر فيه حتى الغدا ان شاء الله وندوز عند ياسين باش نكمل الاجراءات ديال الطلاق حتى ديك الدري ظريف وعزيز عليا الله يعمرها دار حتى هو الوالد ديما كيشكرك ليا وديما كيسلم عليك يسلم عليه الخير والربح امين يا ربي المهم الوالد انا نمشي ندوش الله يعطيك الرضا ولدي الله يعطيك الرضا لا حول ولا قوه الا بالله ايوا على سلامتك اخويا الله يسلمك اخويا بصراحه ما عرفتش كيفاش غادي نشكرك
واش يا اخي عثمان انا غادي نكع عليك تراك خويا صح عارف اللي كاين هنا يخطك عليا خويا ونسيت ما قلت لك البارح جا عندي بو ديك خيتي واحد الضابط راه كان خدام معانا نيتينا قال لك حكا راه باغي يفسر على بنته بالفلوس بنادم صاحبي مريض صاحب راسو بفلوس يمكن يشري الضمائر ديال الناس حتى انا يا ما يصوني ليا شو برصني وانا نبلوكي حكا بغيت نتصور معاك في واحد الموضوع واللي هو دابا حنا كنا شرينا الدارما عندك خينا ب 120 مليون وبعناها لي ب 150 مليون اذا شط لينا 30 مليون وانا ديك 30 مليون بغيت ان شاء الله ندير بها الخير باش نشكر سيدي ربي حيت باش يهدي لي شي وحده اللي تقدرني ونقدرها دابا قول لي انت باغي دير الخير وفي نفس الوقت باغي تزوج بشي بنت الناس انا حاليا بغيت ندير غير الخير اما بنت الناس فين غادي تلقاها موجودين بنات الناس غير انت عينيك مسدودين المهم ما علينا قول لي انت مسالي دابا مسالي لا شي كلاباس لا والو بس غير هو بغيت تشوف شي ناس بغيت توصلني مرحبا الله يا ولدي اخويا الله يحفظك الو سيريمس فين هاني شوف هاد القناه في البلاصه ديال عثمان هنايا في الديو تكلم صافي انا مشى قدا واحد الغرض ونمشي يلاه الله يحفظك تكون هذه بنتي ما داتش مع السوارت اهلا بولدي ياسين مرحبا نهار كبير هذا الله يكبر بك امي ازاي ودخلوا وليداتي ما تبقاش واقفين في الباب سمح محمد الغزال وفين هانيا والله لا بخير خويا ياسين الحمد لله اللهم لك الحمد سي عثمان مرحبا بك كبقيتي شويه الحمد لله ونشكره اخويا ودخلوا وليداتي تشربوا شي حاجه دخلوا تجلسوا دخلوا بعدا لا لا مو زي بلا ما تعذبي لي راسك انا جيت غير نسول فيك وصافي نسول فيك الخير ربح وليدي وقولي لي مهمتي واحد الدنيا ما بانتش لي في الدار ياك ما رجعت للخدمه يا ودي كون غير رجعت للخدمه راه كتفيق وليدي وكتمشي تخرج للجرده وكتجلس ورانا مع الصبا وليدي مفقوصه ما نسمح لي كان حيله وسبب ودار فيها ديك الحاله امين يا ربي امين وقولي لي امي امشي فين الجرده هي كتجلس وراه كتجلس يا وليدي غير في هاد الجريده اللي حدا السنبوله ايوا صافي هذيك راه طريقي منا نمشي نشوفها ونهضر معها شي شويه سير يا وليدي الله ينصرك وهضر معها الله يرضي عليك ربما يجي عليه ديك الخير واش غنقول لك امي ازاي نتمناو الخير ان شاء الله سي محمد تهلا لي في الوالده وضروري اخويا ياسين شحال عندنا منه راه هي الربح وراس المال والله يرضي عليك يا وليدي راه حتى هو مسكين ما عنده زهر وامي امتي ودابا يجيك ان شاء الله منهم الخير والخمير انت راه ربي كبير راه ما كيسد باب حتى كيفتح حبيبه ايوا وليدي داكشي اللي كاين ايوا المهم نخليو لك الراحه هاد الساعه وحشومه وليدي ما شربتي والو يلا خالتي السلام عليكم جيت عطيتكم غير هضره شوفي مره اخرى ان شاء الله ونجيو نديرو حنا شي غدا كاع ما نجيوش نصربوا شي حاجه الله يخلف عليكم الله يلا السلام امي السلام عليكم ما يسهل عليكم ولي اللهم امين ما استغفر الله العظيم واش غنقول لك وليدي تبارك الله على داك ياسين شحال عزيز عليا ما شاء الله عليه الله يحفظه ديما مسكين وكيوخا مشى من الحومه ما كينساناش كيجي يتفكرنا بزاف زعما الله يرضى عليه ويسهل عليه ويا الويل عرفتي داك السيد شكون اللي معاه بصراحه وليدي بغيت نسول شكون هو ولكن حشمت هذاك الوليده هو داك السيد اللي عاودت لك عليه البارح ما تقولش لي هذاك هو السيد اللي غدراتو مراته وراه هو هذا مسكين بقى فيا ما يستاهلش ولكن كيتا هي اما هو 100000 وحده تمناه وكيتي انا امي اما هو راه كله فلوس مابقاش يا وليدي تقول بحال هكا الله يجيب شي رزيق وكل شيء قريب عند الله الله يسهل عليك امين امي امشي من فمك لربي واك جي عندي في الدار اخشي تيلي جيت لعندك ما كتجاوبنيش ما كنجاوبكش ما عرفتيش علاش ما كنجاوبش حومه كامله وشي هضره على صغار وكبار
مش مشوه معاك، انا عائلتي شي تشوهش معاك، انا بقيت شبهه بهالطريقه. واش هو كل شي حاجه؟ هو كان القرقوب مقرقب انا مهلوس بالكين، انا مزيانه هذيك فوقاش ملي طرا لك داك المشكل وانا شموستها لك في هذا الشيء هذا. واش تهضر معايا بهالطريقه؟ شوف ما يجيك حسن ابلوكي ديك النمره وشوف شنو ديري. انا امي قالت لي راه ندبر لك على شي دريه تجوج بها حلالا طيبه ونشيه اسير بعد مني. شوف عليك يا جلال. عثمان بنت رايا انت تسنيني هنا نجي. يلا ما تعطلش. انا اختي دنيا اليوم جيت باش نهضر معاك، نتمنى تفهمي هضرتي. الحياه كامله غادي نعيشوها مره واحده، حاولي تصنعي فيها شي حاجه اللي غتزيد بك القدام وتفرحك، وديما ديري في بالك بلي حتى شي حاجه ما تستاهل هادشي اللي كديري فيه، حيت بهاد الاكتئاب ديالك عمرك ما غادي تصلحي اللي فات. وكيقول المثل الضربه اللي ما كتقتلكش كتقويك. اما بالنسبه لهذوك المجرمين اللي وصلوك لهاد الحاله راهم مرميين في الحبس. انا كاين اخويا الدقه ما جاتنيش غير من عندهم ماما، الدري اللي كان موعدني بالزواج حتى هو تخلى عليا، تقول بحال انا اللي بغيت هاد الشيء لراسي. هاد الدري هذا عمرو بغاك. كيفاش؟ كيف سمعتي؟ حيت كون كان كيبغيك كان غادي يوقف معاك في هاد الظروف اللي انت محتاجه ليه فيهم. شوف يا دنيا، الا كنت عزيز عليك نسي هاد الشيء اللي وقع وبداي صفحه جديده، وانا متاكد بلي ربي غينور لك طريقك ما بين ليل ونهار، حيت ربي عمرو ما كينسى المظلوم. المهم نخلي لك الراحة الساعة. ياسين شكرا بزاف. ماشي مشكل راك اختي، وكبرنا في حومة واحدة زعما. المهم ان شاء الله ليا في راسك. كون هاني. ياسين مالكم مال ديك البنت بانت ليا مسكينة مدمرة. خويا عثمان اش غنقول لك، هذيك البنت كانت عايشة مع مهمتها باهي خير وخدامة عليها، ومؤخرا تعرضت للاغتصاب من طرف واحد العصابة. مسكينة بقات فيا بصراحة. يا عام ربي يا بخي عثمان، كنتي قلتي لي بلي باغي دير الخير وتزوج ياك. أيين؟ ايوا خويا هو كلشي قدامك، دير الخير وتزوج رغم كاع الظروف اللي دازو عليها، ولكن راه كتبقى بنت الاصل. ولكن اخويا ياسين ما كاين ما ولكن، هاد الهضرة هادي اللي قلت لك فكر فيها مزيان. عمري ضميت أعز إنسان يشري ويبيع، عشرة سنين ظلم قلبي خلاني ولهان، باعني رخيص وخدا غيري. عمري ضميت أعز إنسان يشري ويبيع، عشرة سنين ظلم قلبي خلاني ولهان، باعني رخيص وخدا غيري. كذب عليا ما بغاني مشى وخلى قلبو تاني بعيد بعيد عليا خلاني، ويا ريت انا ما عرفتو تمنيت، ولو ما كنت بغيتو في قلبي انا ما حبيتو، عشت معاه وشحال وريتو الدنيا معايا كيف تتعاش. عمري ضني عمري ضنيت أعز إنسان يشري ويبيع، عشرة جات موتي بالضحك. راه تقول انك خرجت، انك خرجت، انك خرجت موتي.
خويا عثمان اش غنقول لك، هذيك البنت كانت عايشه مع امي متابعه خير وخدامه عليها، ومؤخرا تعرضت للاغتصاب من طرف واحد العصابه. مسكينه بقات فيا بصراحه. يا عام ربي يا بخي عثمان، كنتي قلتي لي بلي باغي دير الخير وتزوج ياك؟ اييه. ايوا خويا هو كلشي قدامك، دير الخير وتزوج رغم كاع الظروف اللي دازو عليها، ولكن راه كتبقى بنت الاصل. ولكن اخويا ما كاين ما ولكن، هاد الهضره هادي اللي قلت لك فكر فيها مزيان. اولدي عثمان مالك اولدي جالس تخمم مالك؟ في الصراحه بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع. مالك اولدي قول لنا اش كاين؟ كنتي قلتي لي دير الخير باش نشكر الله سبحانه وتعالى، ودابا انا قررت مزيان وبغيت نسر واحد بنت الناس وندير فيها الخير. اولدي اصبر شويه، انسى ديك المشاكل اللي دازت عليك. لا خالتي انا خديت قرار اليوم ان شاء الله غادي نمشي نخطبها ونسرها. ومالك اخويا ديما مزروب؟ بلاتي نعرفوا بعدا غير اصلها والعائله ديالها كي دايره، ما تزرفش بحال المره اللي فاتت عاوتاني. بلاتي بلاتي علاش اخويا السره؟ مالا عندها الدراري؟ صراحه ما عندي ما نخبي عليكم، هي السيده بنت الناس، بنت عائله فقيره، ولكن طرا ليها مشكل في حياتها. اش من مشكل هذا ولدي؟ البنت تعرضت للاغتصاب من طرف شي مجرمين. اشنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اويلي اخويا صبرتي حتى صبرتي وفي الاخر تاخذ وحده مغتصبه. اسكتي كوني تحشمي، شو ما تقولي بحال هذا الهضره. وقول لي يا ولدي فين عرفتي هذه السيده هذه؟ وباش عرفتي ما كذبتش عليك في هذه القضيه ديال الاغتصاب؟ الوالد البنت ما هضرت معاها ما والو باش تكذب عليا، والقضيه ديال الاغتصاب ياسين هو اللي كان مكلف بالدوسي ديالها. بصراحه ولدي والله ما عرفت ما نقول لك. شوف اوليدي انا اللي بغيت نقول لك كيما بغيتي تستر هاد الدريه الله غيسترك دنيا واخره. شوف اوليدي حنا راه معاك في السراء والضراء. الله يخليكم ليا. شكرا انا خالتي، يلا انا مشيت باش نوجد راسي. يلا وروديتي نسالك سابقك. الو سي عثمان. الو خويا ياسين صباح مزيان. ها انت راني فكرت في الهضره اللي قلتي لي قبيله، ودابا عيط لك باش تهضر مع فاطي ومشيو نخطبوا البنت ان شاء الله الى كتاب. كيفاش؟ كيف سمعتي؟ قول لي دابا نستناك تجي ولا نسبقوك حيت حنا راه واجدين. صافي شوف غير سبقونا نتوما حتى نتبعكم انا وفاتي، ياك انت بعدا باقي عاقل على الدار. لا لا كون هاني راني باقي عاقل على الدار. وسير اخويا الله يسخر لك الامور وربي اللي غيجازيك على هادشي. الفضل خي ياسين كله كيرجع لك، ربي اللي غيجازيك. عثمان صافي سير دابا هما كيعيطوا ليا، يلا تنتلاقاو ان شاء الله. يا ربي اللي كنتي كتسمعني، يستر لي في هاد البنت وسخر لي فيها. الله الا دار العفريت رجعوا لها الراجل. ما مدويتي فين غنمشيو؟ انا ما قلتش لك. شنو عثمان مالو؟ انت راه غادي يمشي يخطب بنت امي ازاي؟ ربي ربي دنيا. والله الا غادي يمشي يخطب دابا هو دارو الصراحه. والله الا بغيتها لي بنت الناس واخا تسم دوك الظروف، ولكن كتبقى بنت الاصل. حتى هو ولد الناس من الفكر يسرها والله ربي ما غاديش يخيب. ربي ما غاديش يخيب انت، ربي ما غاديش يخيبك ان شاء الله الا نتي دابا وحده قيتي شويه وصايبتي لنا شي بيتزا ولا شي بسطيله ديال الحوت. هو غادي يخطب وانا مالي؟ وديري شي مبادره من عندك ياك عاد كليتي. سيري 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 نوضي 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 وجدي راسك نوضي. فين نمشيو؟ نوضي راه غادي نمشيو نتبعوهم. بصح نمشيو معاهم وهما مشاو حنا غنتبعوهم. نيت داك القفطاني الجوهره غمل ليا. وسر سر براسك سر براسك ولبسي غامن وعندك يولي يكون ولا ايفازي. ماما تليفونك كيصوني. الو امي ازايا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ معاك ياسين اميمتي. ما تقوليش لي ما مدخلاش نمرتي. اهلا ولدي ياسين، راه مشاو ليا النوامر داكشي علاش. ماشي مشكل. وقولي لي حداك دنيا؟ ايه وليدي هي حدايا. ودوزي دوزي راني بغيتها. اه هكا بنتي ياسر الله يهضر معاك. الو خويا ياسين. اهلا دنيا فين لاباس عليك؟ صافا الحمد لله خويا. ايوا الحمد لله. المهم باش ما نطولش عليك راني بغيت غير نبشرك بواحد الخبر. تبشرني بخبر؟ علاش كتهضر؟ هاد الليله ان شاء الله غطرى واحد الحاجه اللي غتبدل لك حياتك كامله. كيفاش اخويا ما فهمتش؟
ودابا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه من غير نفس الهضره اللي كنت قلت لك هو ان ربي ما كينسحق حتى شي واحد. يلا دابا نقطع عليك حيت راني مزروب. امال كي مصدومه شنو قال لك ياسين؟ حتى انا بحالي بحالك ما فهمت والو. كيفاش ما فهمتي والو؟ اويلي شكون جاي عندنا فهاد الوقيته؟ انا غنمشي نشوف شكون. ياسين اللي غنشوف السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. تفضلوا. زيدوا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام عليكم. صباح الخير. بارك الله فيك. مرحبا بك. ويسمحوا لنا على الدخلال. هما اللي سمحوا لينا على دخلها ماشي دخلتكم هادي. لا الحاجه ما تقوليش هادشي بالعكس. ربي يخليك اختي دنيا بغيتي تبيعني الكوزينه. لا 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 ما عندك فين تنوضي. حنا راه جيناك فواحد الموضوع تيخص بنتك. مرحبا سيدي ياك لاباس. وندخلوا في الموضوع. لا لا حنا راه طالبين راغبين في يد بنتك ودنا عثمان. مرحبا بكم ولكن ضروري خصني نعاود لكم واحد الظروف راه دازت منها بنتي باش كلشي يكون واضح بيناتنا. شوفي يا اختي حنا ما جينا للدار تعرفنا كلشي على البنت. وحتى خويا عثمان راه مقتنع بها وبغاها. خالتي ما عندي ما نخبي عليك ياسين راه عاود لي كلشي وتا انا راه مريت بواحد الظروف قاصحه عليها بغيت نسر بنتك ونعيشوا انا وياها في دار وحده. واش غنقول لك اوليدي كما بغيتي تسر بنتي وانا بغيت ربي يعطيكم ستر الدنيا وستر الاخره. امين يا ربي. ودابا تنسينا البنت تجاوب وقولي لي يا بنتي شنو بالك فهاد ولد الناس. والوليده شاد السيد الله يعمرها دار ما تلقاش بحاله. ربي يخليك خويا الله يكبر بيك. وهي نتوكلوا على الله ونقراو الفاتحه. هي الاولى الحاج بسم الله. صدق الله العظيم بالرفاء والبنين الله يكمل بخير. امين اوليدي كما فرحت لي بنتي فات ربي فرحتهم في الدنيا وفي الاخره. شيلي جات معاك من تما الزاهية وفين الساعه فين تمي انا الصباح نشق على الباب وانا مزك مع بنت تما الزاهية من الصباح حتى انا هنايا. كيفاش بنت تما الزاهية ما شنو طار علاش ما عرفتش ليش انت تعارض الساعه تا راه تزوجت عمي شوف هذاك الحديث الشيء الرجوله ديال واحد خونا يتزوجها امريضة خايب ولا ما شحمقنيش تمزك 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 وعليكم. واش دير مالك صاحبي زعلان صاحبي صافي سهل مالك نتوما خاي نتوما درتو لي هاد القالب خاي سعد حنا تجوجت بها مغتصب هادي مادي. سير اخويا سير تقعد تبع الهضره ديال لي زونفو تجيبها تلاقاها سير هضره لي زونفو نتوما اللي خرجتو عليا كنت نتزوج بالبنت شن بغيها وكذا وكا نتوما صدقتو مريطين نداها هاني ندوز حيد صافي مشى معاك باس اصاحبي تدخل تاكل دابا تنسى كلشي سير كول انت اصاحبي.